بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، وحلقه جديده ويوم جديد من اجدع زملكاوي. عندي ضيوف النهارده مميزين جدا، اقول لحضراتكم ضيوفي الاول وبعدين نبدا نتكلم على الاحداث اللي حاصله في الرياضه المصريه في الاسبوع الماضي وحتى اليوم. ضيفي في الفقره الاولى الكونت ديمونت دي صبري، على رأي جمهور الزمالك دايما يقول له كده. طبعا معايا نجم مصر ونادي الزمالك واللعيبه الشول اللي اثروا في نادي الزمالك بشكل كبير، محمد صبري ان شاء الله هيكون ضيفي في الفقره الاولى. الفقره الثانيه ان شاء الله هيكون معايا اثنين من كبار النقاد الرياضيين في مصر والوطن العربي، الاستاذ علي بركه والاستاذ صبحي عبد السلام. ان شاء الله سهره تعجبكم باذن الله ويبقى حلقه مميزه باذن الله. مفيش شك طبعا احداث كتيره جدا حصلت في الفترة اللي فاتت. هبدأ بنادي الزمالك. الحقيقة نادي الزمالك يا جماعة عامل حالة في الوسط الرياضي بشكل كبير جدا. نادي الزمالك أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هو بطل الدوري هذا الموسم والموسم الماضي، وهو بطل كأس مصر الموسم الماضي، وإن شاء الله يحقق بطولة الكأس هذا الموسم أيضا. عايز أقول لحضراتكم أن نادي الزمالك الأداء اللي بيأديه هناك أدوات بتصنع هذا الأداء وهذا الجمال، وآخرها مهرجان الجونة الرياضي اللي كان معمول في الجونة منذ يعني أول امبارح. بالتأكيد كلنا سعدنا بهذه المباراة واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. نادي الزمالك كسبان 9 مباريات ورا بعض يا جماعة، 8 في الدوري من بعد التعادل مع النادي الأهلي، و8 مكسب ورا بعض بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وبينهم مباراة في الكأس. يعني كسبان 9 مباريات ورا بعض. الناس كلها كانت متخوفة جدا من لقاء الجونة، لكن أنا كان عندي تفاؤل كبير جدا جدا جدا. ليه يا عم طارق انت كنت متفائل؟ الحقيقه انا كنت متفائل ليه؟ انا قريب من اللعيبه وقريب من اوضه اللبس لحد كبير، وبشوف الانضباط اللي موجود في اوضه اللبس بشكل غير مسبوق. بكلمكم بجد، انا بطمنكم يا جماعه والله، بشكل غير مسبوق، حب غير طبيعي، تكاتف غير طبيعي. كل هذه الامور طبعا بيحققها لنا مجلس إدارة محترم بقيادة المستشار مرتضى منصور، ولجنة كورة بقيادة أمير مرتضى منصور. أنا شفت الكلام ده وحسيت بيه، واشتغلت في الفريق الأول وعارف أمير بيعمل إيه وعارف المستشار مرتضى بيعمل إيه، واشتغلت كذا مرة في الفريق الأول. وبنقل لحضرتك كمشجع زملكاوي الحالة الفنية والمعنوية والنفسية لفريق كرة القدم بنادي الزمالك. طبعا الالعاب كلها ما شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله هتحصد كل البطولات باذن الله، وانا واثق من هذا الكلام. لكن انا بكلمك عن فريق الكوره، اداء ولا اروع، حاجات ما بنشوفهاش في نادي الزمالك، ما بنشوفهاش بقالنا سنين. بكلمكم بجد، مش كوره، لا 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 لا، مش بكلم على الكوره بس، بكلم على الاداره، اداره فريق كره القدم واداره نادي. حط تحت إدارة النادي دي 1,000,000 خط، وحط تحت إدارة فريق كرة القدم 1,000,000 خط برضه. نفند دي ازاي ونفند دي ازاي، أو نشرع لحضراتكم ازاي. إدارة فريق كرة القدم لم تحدث في تاريخ النادي منذ فترة طويلة جدا 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 إن هناك مكسب، وبعد المكسب مباشرة ها وأنت فرحان والفرقة كسبانة ولعيب جايب جون ويتخصم منه مكافأة الماتش، ويتخصم منه 50,000 ها علشان تصرف ما عجبش إدارة النادي. الكلام ده ما كناش بنشوفه قبل كده. هو ده سبب نجاح، أحد أسباب هذا النجاح، إن أنا أوقف لعيب وأديله خصم 50,000 جنيه وأحرمه من مكافأة الماتش. يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه يا عم ده؟ ما كناش بنشوف الكلام ده. بكلمكم بجد، كنا بنطبطب وندلع
ونهنن، كنا بنعمل كده. لكن لما يجي المستشار مرتضى ويقول ان امام عاشور يتخصم منه مكافاه المباراه ويوقع عليه 50,000 علشان الفرحه الزياده او تيفر بقى، احسبوها زي ما تحسبوها، او الحركات اللي بيعملها في الملعب، كل الكلام ده انا مش هقف عنده، انا هقف عند القرار. ايقاف او عفوا خصم من وانت كسبان والراجل جايب جون ومن افضل اللعيبه في كل المباريات اللي فاتت، ده مبدا عداله. بن شرقي، شكرا لبن شرقي، ما عنديش مشكله. ايه ده؟ وفي كده احنا كنا لما بيغيب بن شرقي ده كنا بنحط ايدينا على قلبنا، يلحق بن شرقي غايب. النهارده بتكسب 4 ماتشات بعد بن شرقي مشي ورا بعض، واداء ايه ولا اروع. طارق حامد، مفيش تجديد، شكرا طارق. ما كناش بنشوف الكلام ده في نادي الزمالك يا جماعه بصراحه. انا بقالي من سنه 81 دخلت نادي الزمالك في مايو 81 بعد امتحانات ثانوي عام، او يونيو 81، لغايه النهارده ما شفتش الكلام ده. انا بقول لكم كنا بنطبطب وندلع والنبي كل الكلام ده كان بيتعمل. لكن علشان النهارده ياخد قرار بعدم التجديد لطارق حامد لما كان طارق بيغيب ولا بيقول اي، جمهور الزمالك كله كان بيقول اي. لما يجي ابو جبل احسن حارس مرمى في كاس الامم في الخيال الاخيره اللي فاتت ومكسر الدنيا وده و شكرا ابو جبل. هو ده هو ده هو ده نادي، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي انا سعيد بيه. ليه يا جماعه؟ هو ده اللي اعاد مره اخرى، هو ده اللي اعاد مره اخرى الهدوء والثقه والمكسب لفريق كره القدم نادي الزمالك. في دور فني هنتكلم عنه، لكن انا بكلمك على التحضير. الاداره بتعمل ايه؟ الاداره بتحقق مبدا التكافؤ الفرص بين اللعيبه ازاي؟ الاداره بتعمل نوع من انواع التوازن النفسي وبتدي رسائل للعيبه ثانيه. ما هو انا النهارده لما اجي اقف امام عاشور ما حدش هيجرؤ بعد كده يعمل نفس اللي عمله امام عاشور. في ناس متعاطفه مع امام عاشور، لكن انا اتحذر من الاداره مره واثنين وثلاثه. امام ده من افضل اللعيب، انا قلت امام افضل لعيب. انا اول واحد استقبلته لما جه المستشار مرتضى منصور كان بن شرقي وامام عاشور، افكركم قبل ماتش دي قضاها، بن شرقي وامام عاشور ومين تاني يا طارق؟ كان في حد يا جماعه فكروني، كان في ثلاث لعيبه، الولد اللي اسمه مدبولي. والمستشار مرتضى منصور رحت له المكتب وقلت له ثلاث لعيبه، اقسم بالله هذا حصل، ايه رايك؟ قلت له يا فندم ثلاث لعيبه جامدين. قال لي بجد؟ قلت له بقول لك امام عاشور ده والله، خلي بالكم ما تقيتش افريقيا، خلي بالكم ما كانش بيتقال افريقيا الفتره دي لانه جه بعد القيد، هو ونجم، وكان معانا لا بن شرقي كان مقيد، بن شرقي كان اتقيد ولعب الماتش. فقلت له صفقات جامده جدا، مدبولي ده لعيب كبير، قلت له كده، والولد بن شرقي ده حاجه جامده جدا، وامام عاشور ده مستقبل، ده حاجه قويه جدا. انا قلت هذا الكلام، بس انا لما غلطي بيتكرر لازم اقرص ودنك، لازم اقرص ودنك يا امام. انت لعيب كبير يا ابني، ولعيب بقيت كبير، بقيت كويس، ولعيب بصراحه لما مشي ساسي برضو الناس كلها حاطه ايديها على قلبها، لكن انت قدرت تتفوق على ساسي بادائك واهدافك وروحك في الملعب. عارفين انا عارف انت زملكاوي جدا جدا جدا، ولكن لما يجي رئيس النادي ويشوف ويحقق مبدا العداله وتكافؤ التكافؤ ما بين اللعيبه بعضيها، هتدلق الدنيا هاديه، هتلاقي مكسب بالتاكيد. ده اللي اتعمل، ما بنطبطبش ما بندلعش، لا، في الحق لا يخشى لوم تلائم. خلاص قرار، شكرا. لعيبه ايه؟ لعيبه جامده جدا. احنا كنا نتخيل ان نادي الزمالك يلعب من غير ساسي ولا من غير طارق حامد ولا من غير بن شرقي ولا من غير ابو جبل ويحصل اللي حصل دلوقتي ده؟ اتحدى لو لو خبير اقول لكم اكتر واحد فاهم كوره في مصر ما كانش يتوقع هذا الكلام. ليه بقى؟ لانك انت حققت مبدا مهم جدا كان ينقص نادي الزمالك في السنه اللي توقف فيها المستشار مرتضى منصور او استبعد مجلسه، هو العداله. خلصت نقطه من اول السطر.
ده اتحصل، ده حصل. نيجي للشق الفني، الراجل لقى لعيبة كويسة معاه قدر يوظفها بشكل محترم، راجل عنده خبرة كبيرة، عنده هدوء، عنده ثبات انفعالي غير طبيعي. هات يوسف اسامة نبيه لعبه، هات نيمار لعبه، هات حسام عبد المجيد كان فيه غضب شديد لعبه، والنهارده حسام بيعمل ايه؟ هات سيف فاروق جعفر ده عشان ابوه، لا هاته يلعب، والولاد دول لعبوا كلهم. وهقول لكم على حاجه، اللعيبه دي اللي عمل لها عقود هو مرتضى منصور في الولايه الاولى قبل ما يجمد على يد انا، كنت انا رئيس قطاعات النادي في نادي الزمالك في الفتره دي، وكان معايا متر عبد الهادي على ما اعتقد، وايمن عبيد كان مدير قطاع ناشئين، برضو الاسماء دي لازم تقال لانها دي برضو حققت نجاح كبير جدا في قطاعات الناشئين قبل كده. بكلمكم بصراحه وبمنتهى الامانه، شق فني ما فيش مشكله، في قناعه من الناس بقرار الاداره بالتعاقد مع فريرة، قناعه من اللعيبه، الراجل بيشتغل شغل فني احنا شايفينه ولامسينه 10 على 10 بامانه. نيجي بقى لامير، ما هو يعني انت النهارده حضرتك انت بتعمل الكلام ده ليه؟ لان انا محقق لك الاستقرار الفني داخل الفريق، اي حاجه بتخلص، في واحد بيطلع يتكلم لبق، بيتكلم في كياسه في الكلام، في لباقه في الكلام، في ثقافه في الكلام، ما بيتكلمش هاي هبد، ما بيهبطش اي حاجه، لا هو بيتكلم بادب وبذوق وباحترام ويوصل المعلومه اللي هو عايز يقولها كنادي لجماهير نادي الزمالك بشياكه وبادب وباخلاق وبهدوء وبثقه عقليه متفتحه بامانه. امير مرتضى يعني برغم صغر سنه الا ان هو الحقيقه عدى ناس كتير جدا جدا في القصه دي. فاذا انت حققت الجانب الاداري بشكل مميز جدا، وحققت الجانب الفني مميز جدا، وحققت الاستقرار الاداري الفني من ناحيه امير مرتضى، فانت بهذا بالثلاث عناصر دول انت حققت اللي انت شايفه ده، اللي انت شايفه حضرتك يا جمهور الزمالك الجميل. نيجي بقى يا جماعه للاهم، الجمهور، ايه ده؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده يا جماعه؟ ايه اللي اتعمل في الجونه ده؟ لما انا قلت لك في الاستوديو قبل ما الاستوديو اللي هو اللي فات السبت اللي فات، قلت لك ايه؟ ان الراجل مرتضى منصور مد ايده للجمهور، الجمهور عايز كده، الجمهور الزمالك طول عمره مع النادي بس ما كانش لاقي الايد اللي تاخده. اهو بص المنظر، بص يا جماعه المنظر، اما يطلع 70 اتوبيس، 70 اتوبيس، شرطه الوحيد يبقى معاك التذكره والفان اي دي، ولا هتدفع تعريفه ولا اي حاجه، اطلع 70 اتوبيس يا جماعه يروحوا الجونه. بص بص الجمهور ده عمرها ما حصلت، ده احنا ماتش نهائي كاس مصر اعتقد يا جماعه اتعمل في الجونه من سنين كده، ما كانش الجمهور كده والله. بص الجمهور عامل ازاي، واطلع 70 اتوبيس عشان جمهور الزمالك يروح يقف قدام فرقته مع فرقته بهذا المنظر الرائع. تحيه طبعا لهؤلاء الجماهير اللي تحملت عناء السفر يا جماعه، ده في صور ناس نايمه في الباص والله العظيم، يعني هم دول. احنا لما انا بلعب كوره مثلا باخد فلوس على لعبي، لما بدرب باخد فلوس على تدريبي، لكن دول بياخدوا ايه؟ دول بيروحوا يشجعوا عشان بيحبوا الفانيلا، عشان بيحبوا اللعيبه، بيحبوا الكيان، فبيشجعوا من قلبهم، دول اللي يستحقوا التقدير والتحيه ايضا. لابد ان احنا نحيي هؤلاء ونقدرهم، كل جماهير نادي الزمالك في كل الارجاء المعموره وخارج المعموره، كل التحيه والتقدير ليكم. هم دول يا جماعه اصحاب النادي، بكلمكم بجد. احنا اذا كنا بنحقق بطولات او ان احنا بنلعب في النادي فاحنا بناخد مقابل هذا، كلنا بناخد مقابل هذا، دول بياخدوا ايه عشان يعملوا الصوره والتابلو الرائع ده؟ ايه ده؟ ده مهرجان الجونه الفني، فن وهندسه. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ وايه ايه ايه التشجيع ده؟ كان التقدير النادي منهم ايه؟ ان الراجل طلع 70 باص 70 اتوبيس تقديرا لجماهير الزمالك، واشرف على القصه دي بنفسه مش مرتضى منصور. امير مرتضى اصدر اوامر بان الولاد، بص المنظر عامل ازاي، بان الولاد يروح يوزعوا ميه، كراتين الميه بتاعه الفريق الاول لجماهير نادي الزمالك،
ليه؟ الدنيا كانت حر وسفر وعناء، فيعني ابسط حاجه عملها امير هي ملاحظه تبدو انها، وحتى الستات ما شاء الله، بص الستات يا جماعه مسافرين الجون واطفال وشباب وحاجه جميله، ربنا يا رب يكرمكم. ووجبات عامل لهم اكل وجبات، الراجل راح يا دوب شنطه هدوم راح شجع ناديه ورجع، اكل وشرب ومواصله ببلاش. هو ده جمهور نادي الزمالك، هو ده مرتضى منصور اللي مد ايده للناس دي. وخلي بالكوا في مداخله امبارح مع كابتن خالد لطيف والكابتن جمال حميد والكابتن مصطفى يونس، قال حاجه مهمه جدا ما حدش خد باله منها. قال لك ايه؟ قال لك دول، ما هو الراجل برده مش سهل يعني، قال لك دول 80% من وقت نايتس. ده دي بتعني الكثير والكثير، لان كان في ناس واخداهم في حته تانية. هو الراجل قدر بذكائه وفطنته ان هو يجيبهم تاني في صف النادي ويقف للعيبه ويشجعوا الزمالك بس. فتحيه لكل هؤلاء، تحيه كل دول يا جماعه شاركوا في هذا الانتصار الكبير، مش الجونه بس، لا انا بتكلم على مدار الموسم كله اللي احنا شايفينه ده واللي جاي ان شاء الله باذن الله. لما قلت ان نادي الزمالك ان شاء الله هو بطل الدوري باذن الله السنه دي، باذن الله باذن الله، انا ما كنتش بقول الكلام ده من فراغ، بقول الكلام ده لان عارف كويس قوي ما يحدث داخل اروقه نادي الزمالك من نظام وسيستم، ها، ونظام صارم وحاسم اتخن تخين بيقع تحت طائله القواعد والاسس اللي محطوطه داخل فريق كره القدم. يبقى هنا اداره مهدت عملت كل ما في وسعها علشان فريق كره القدم ينور، بسين بصاد بعين، مش فارقه مش فارقه. وقلت الكلام ده قبل كده، وحاجه فنيه للراجل، وايضا امير مرتضى الحقيقه، ومعاه جمال عبد الحميد طبعا نجمنا ونجم مصر، وايضا كابتن اسماعيل يوسف. كل التوفيق لنادي الزمالك. عندنا ماتش يوم الثلاث ده ان شاء الله، واللي بعديه واللي بعديه، واتمنى من لعيبه الزمالك لا تهدأ. احنا كسبانين يا جماعه 9 مباريات ورا بعض، عايزين ال10 وال11 وال12 وال13 لغايه ما يعلن ان الزمالك بطل للدوري رسميا. رسميا كسبانين 8 ماتشات في الدوري وماتش كاس مصر ورا بعض. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا وما كنتش حابب اتكلم فيها، لكن يعني لازم نتكلم فيها. يعني الزمالك يا جماعه هو اللي بدأ، هو اللي عمل وحط مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. خلي بالكوا الزمالك، خلي بالكوا الزمالك هو أول نادي أرسى موضوع التكافؤ بين الأندية. ليه؟ ليه؟ من سنتين المستشار مرتضى منصور هنا في الاستوديو أعلن أو قال الغوا الدوري بتاع الكورونا، اللعيبه تعبانه واللعيبه مجهده. الراجل ده يعني لعب كره مثلا هو صغير كده وخلاص، لا لعب كره على مستوى دولي ولا بتاع ولا 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 ولا، كان هو حاسس. قال ايه؟ قال لك يا جماعه من فضلكم الغوا الدوري الكورونا. ليه؟ اللعيبه تعبانه مجهده كلها، ونبدا على نضيف. ومضى 16 نادي او 17 نادي بيبقى فيهم نادي الزمالك، مضاهم ايه؟ على ايه؟ على ان الدوري ده ما يستكملش. تمام؟ ما يستكملش. في نادي واحد قال لك لا لازم يستكمل، واللجنه اللي كانت موجوده الله يسترها، ها، وربنا يوفقهم ان شاء الله، قال لك ايه؟ لا هنلعب الدوري. يا جماعه الدوري ايه اللي اتلعب؟ طب ادوا الدوري للاهلي. لا، ما هو قال لك ايه الدوري للاهلي ليه؟ علشان اللعيبه تعبانه، نبدا على نضيف شهر 8 ونخلص 5 زي العالم كله. محدش سمع لهذا الكلام. قالوا ايه؟ ود من طين ود من عجين، لا الدوري يستكمل. يا ابني ده في 16 نادي ماضيين. قال لك لا ما ينفعش، لازم يستكمل دوري الكورونا. حتى الدوري ده اللي احنا فيه ده من فتره واحنا ده اول دوري. قال لك اذا كان هناك مصلحه في الغاء هذا الدوري الغيه. علشان اللعيبه تستريح. النهارده في انديه بتعيط
من التعب والاجهاد. يا جماعه الحقونا ارحمونا، احنا تعبانين، احنا مجهدين، احنا مش قادرين. طب ما هو الراجل قال لكم من سنتين ما تلعبوش، واحنا قلنا هنا بقناه الزمالك ما تلعبوش، ولعبتوا الدوري، والدوري اللي بعديه قال لك طب ما تلغيه، اللي هو اللي احنا فيه ده الغيه، واحنا كنا اول دوري الغيه، قال لك لا لا ما تلغيش، ده احنا عندنا ماتشات مؤجله ممكن نبقى اول في يوم من الايام. ومع ذلك الدوري استكمل. طب يعمل ايه؟ او نعمل ايه اكتر من كده؟ نادي الزمالك هو من ارسى مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه. قرار اللعب بالناشئين ده قرار سيخل بالمسابقه يا جماعه صدقوني. ليه؟ في ماتشات اتحاد سكندري، ايستر كامباني، المصري، دي ماتشات هتتلعب مع الناشئين. طب ما في قبل كده في الفرق تانية لعبت مع اللي هو النادي اللي مش عايز، النادي المنافس يعني مش عايز يلعب، لعبوا فول تيم واتغلبوا. طب انا النهارده ممكن اكسب وانا بلعب وبيلعب بالناشئين، يبقى انت اخليت بالمسابقه كلها. ما ينفعش ما ينفعش يعني. انا شخصيا مش عارف ليه. عندك اتحاد، ايسترن كامباني، اسماعيلي، دول بينافسوا على المراكز الاخيره ماشي. انت هتخل بفرص انديه تانية، المقاولين مثلا، المحله، الجونه، دي انديه برضو بتنافس، انت لعبتها بفول تيم وهلعب مع فرقه تانية بالناشئين. طب ما انت كده هتظلم انديه تانية. فمعرفش يعني قصه يعني في علامات استفهام كبيره جدا، مش عايز ارغي فيها كتير واتكلم فيها كتير، لان انا الحقيقه استوقفني القرار بس انا بتكلم من الناحيه الفنيه البحته، لان انا لعبت مع فرق بفول تيم وهلعب مع فرق بتنافس هذه الفرق على المركز حتى الرابع او مثلا الخامس او الثالث او الرابع او الخامس، وعلى فرق هتهبط. فازاي انا هلعب مع دول فول تيم وهلعب مع الفرق اللي بتنافس دول بالناشئين؟ ما ينفعش. يبقى انا هنا اخليت بيه مبدا تكافؤ الفرص، وفي نفس الوقت ظلمت انديه ونصرت انديه على انديه، يبقى الدنيا كلها يعني انا 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 في حته تانية يعني. الزمالك انا مش بتكلم على الاول خالص، الاول ده خلاص الزمالك ان شاء الله باذن الله اول لغايه نهايه الدوري باذن الله، انا بتكلم على المراكز اللي بعد كده بقى. ليه؟ لان دي فرق برضو تعبت وشقيت وصرفت. فانا النهارده لما انا بكلمكم بجد، ده 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 احساس الناس في الشارع. انا بكلم مش احساس انا بس لوحدي، احساس الناس في الشارع. انت اخليت بنظام المسابقه ليه؟ ده اذا حدث يعني انك انت لعبت مع دول فرق فول تيم وكسبتهم، وهتلعب مع فرقه ثانيه ناشئين بتنافس هذه الفرق، طب ده كلام؟ اكيد طبعا مفيش مبدا تكافؤ فرص ابدا، وسوف يخل بنظام المسابقه. عموما ربنا يهدي الجميع، وان شاء الله باذن الله يعني الامور تهدى، ويبقى في نوع من انواع الهدوء في نفس الوقت في الوسط الكروي، والزمالك ان شاء الله باذن الله باذن الله يحقق الثنائيه ايضا هذا الموسم باذن الله ان شاء الله، تحت قياده المستشار المحترم منصور ومجلسه وفييرا وجهازه، ومعاهم طبعا اللجنه الفنيه او اللجنه اللي بتشرف على فريق كره القدم برئاسه امير مرتضى، ومعاه الكابتن جمال حميد وايضا اسماعيل يوسف. هطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا في زملكاوي. يواصل الاباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك كتابة الأرقام وتدوين سطور جديدة في عالم النجومية. وساهم شيكابالا على مدار تاريخه الكروي مع الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها ب180 هدفا، واستطاع الأباتشي خلال رحلته مع الأندية من تسجيل 80 هدفا في الوقت الذي اقتحم خلاله مئوية صناعة الأهداف ب100 أسيست. وجاءت الأهداف المئة التي نجح شيكابالا في صناعتها في مشواره الكروي مع الأندية بواقع 78 هدفاً صنعهم الأباتشي بقميص الزمالك، وخمسة أهداف مع الرائد السعودي، وأربعة مع الوصل الإماراتي، وثمانية بقميص باوك اليوناني، بينما نجح في صناعة أربعة أهداف خلال مشواره مع الإسماعيلي وهدف وحيد مع أبولون اليوناني. شيكابالا اللي يمشي الكرة سريعة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. شيكا محطم الأرقام
وصانع البهجة داخل صفوف ميت عقبة. دمت أيقونة الزمالك وأسطورة خالدة في تاريخ القلعة البيضاء. أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. هي شيكابالا لو كلمت عليه مش هوفي له حقه الحقيقة، كقائد من زمان في نادي الزمالك، وعامل حالة من الاستقرار أيضا داخل الفريق، بيساعد بشكل كبير جدا في استقرار الفريق وفي الهدوء اللي موجود داخل أوضة اللبس. النهاردة يعني هدفه أو صناعة الهدف بتاعته بتاع الجون اللي فات 100 هدف، وصل ال 100 هدف في صناعة الأهداف فقط. شيكابالا الحقيقة بيحقق يعني أرقام كبيرة جدا جدا من اللعيبة اللي نضجوا بشكل كبير جدا جدا. مش بس بيجيب أهداف ولكن عنده إثار. إثار في إيه؟ إن هو بيدي زمايله أهداف، بيحاول بقدر الإمكان يساعد زمايله في الملعب وخارج الملعب. ده دور القائد، ده دور الكابتن التيم. فالتأكيد طبعا تحية، كل التحية لشيكابالا. نحيي طبعا لاعب آخر اللي كان موجود معانا في الفيغو اللي فات، هو أحمد سيد زيزو، لعيب نضج بشكل كبير جدا 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 جدا. لما أمير مرتضى جابه من سنتين أو ثلاثة، مين أحمد سيد زيزو؟ الولد اشتغل على نفسه بشكل كبير. وأنا حكيت لكم موقف حصل معايا شخصيا مع زيزو، وأثبت إن هو قد إيه الولد ده عقلية محترفة جدا جدا جدا. عشان كده ربنا بيكرمه، أصبحت من أهم اللعيبة في نادي الزمالك، مع إنك أنت كان جاي ما حدش عارفك. النهارده أحمد سيد زيزو أصبح نجم، ونجم كبير جدا 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 من النجوم اللي إحنا بنعول عليهم بشكل كبير جدا قوة فريق نادي الزمالك الهجومية أيضا والدفاعية. بيلعب في كذا مركز، وينج شمال بيلعب، وينج رايت بيلعب، تحت راس الحرب بيلعب في نص ملعب ثالث، بيلعب في كل المراكز الحقيقة. بالتأكيد طبعا الجزيري من اللعيبة اللي برضو اتهاجمت في بعض الأحيان، وبعض الناس ما كانتش راضية عن أدائه. النهاردة الجزيري، واحنا قلنا الكلام ده يا جماعة، لعيب منتخب، ده بيلعب أساس منتخب تونس اللي وصل كأس العالم. فأنت بتتكلم على راجل هيلعب كأس العالم 20 اللي في قطر، 2023 ولا 2022 ولا إيه؟ 2022، وهداف كاس العرب، ولعيب. وانا قلت لكم هنا، استناني بقى، انا قلت لكم هنا يا جماعه، قلت لكم ايه؟ لعيب الكوره بالذات في الزمالك دون على اي نادي تسيري، معلش، نفسيا، وحط تحت خط نفسيا دي 100 خط. ليه؟ جماهير نادي الزمالك لما بتيجي بتحب لعيب بتطلعه السما، وعد من اول الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات الالفيه، حتى في الايام الاخيره دي لعيبه كانت جايه يعني ما حدش عارفها، بقت في السماء جمهور الزمالك. فلما جمهور الزمالك او جماهير، بعض الجماهير مش كل الجماهير، بعض الجماهير بتتكلم بالسلب على لعيبتها او بعض اللعيب او بعض اللعيبه، بيتاثر بشكل كبير جدا. ما تفهمش ايه الكيمياء اللي بين الجمهور وبين اللاعب. بكلمكم بجد، حاجه غريبه يعني. ممكن اي لعيب تاني يهاجم الجمهور عادي، بتبقى عادي بالنسبه له، ما يعني ما مش فارق معاه، الا جمهور الزمالك لما بيهاجم لاعب او لما بيتكلم على لاعب، بعض جماهير بيتكلم على لاعب بيتاثر بشكل كبير. وشفنا الكلام ده مع الجزيري، شفنا مع حسام عبد المجيد الناشئ. لما بدات الناس تتكلم او بعض الناس يتكلموا على اللعيبه دي كويس، خد عندك بقى، هات بقى الفيديو بتاع الجزيري وشوف الجزيري بيعمل ايه. شوف الجزيري اللعيب اللي هو كان عبد المجيد، اللعيبه اللي احنا شفناها دي وصعدت من الناشئين نادي الزمالك وبيكسبوا نادي الزمالك دلوقتي، وبيوفضاء وخلوا مفيش فرق ما بين سين وصاد. اما اللعيبه الكبار مشيوا بعضهم وما جددش، ولعيبه تانية مشيت والكلام ده كله، الولاد دول ظهروا بشكل مميز جدا جدا لان عندهم شخصيه الزمالك. اقف اتكلم مع يوسف اسامه نبيه ده، بكلمه ايه الثقافه دي؟ وايه الدماغ دي؟ وايه العقليه دي؟ وايه الثقه دي؟ لا لا، حاجه
حتى الولد الصغير مالك، لو شفته مالك بقى ابن اسامه نبيه ده حاجه كده يدي كده يعني، ولد صغير 12 سنه 13 سنه، اتفرج على الثقه اللي بيتكلم فيها، شخصيه الزمالك، اتربى في بيت يعني نادي الزمالك وابوه وبتاع واسامه نبيه و و و، النهارده عنده يوسف وعنده مالك، حدث ولا حرج، هتشوفوهم دول قريب يعني، يوسف خلاص، لكن مالك ده كمان 7 8 سنين كده هتلاقي لعيب حكايه، ربنا يحفظه ويحرسه له يعني. ففي لعيبه لا لعيبه تقيله، وقرار كان جريء بالدفع بهؤلاء الناشئين والتعاقد معهم وعمل لهم عقود، عمل عقود مجلس المشرف المرتضى قبل ما يجمد، فاللعيبه دي قدرت انها تسد فراغ كبير جدا جدا في تيم نادي الزمالك. كان من الممكن جدا ان، خلي بالكم احنا ارجعوا الذاكره ورا، احنا الذاكره بتاعتنا مش ذاكره سمك، ارجعوا بالذاكره كده من حوالي 4 شهور بالظبط او 5 شهور، احنا كنا بنقول ربنا يستر السنه دي وناخد بطوله، اه والله قلنا يا جماعه يا ربنا يستر، ده احنا كنا رايحين في حته يعني سبحان الله، حته صعبه جدا، حته صعبه جدا 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 كنا رايحين فيها يعني، ولكن الامور اتبدلت سبحان الله، سبحان الله اتبدلت بشكل غير طبيعي بعرقنا ومجهودنا وتعبنا، اللي تعب وشقي واشتغل ربنا بيجازيه النهارده ويكافئوا على مجهوده، شغل النهار اداره نادي الزمالك، اداره الفنيه والاشراف على فريق كره القدم واللعيبه وجماهير النادي، دول ما عاملين شغل برغم الصعاب والمطبات والحاجات اللي قابلناها السنه دي، يا نهار ابيض ايه ده؟ ده يقول لك النادي ده نزل درجه ثانيه، مفيش قيد، لعيبه بتمشي، لعيبه تقول لك لا انا مش هجدد، انا مش عارف ايه، انا مفيش حد قاعد معايا، انا مش لاقي حد، كل ده وبقى ده غير بقى الماتشات اللي هربت منك يعني كده فانت بتتكلم على مطبات وصعوبات، اقسم بالله لو اي نادي تاني كان راح في الوباء، لكن عندك اداره قويه، اداره بتفكر، اداره عندها رؤيه، ها وجبت مدير فني عنده رؤيه وعلى مستوى عالي، وقدر بشويه الادوات اللي معاه ان هو يعمل هذا الانجاز حتى الان، وربنا يوفقهم ان شاء الله بإذن الله ويكملوا طريقهم على خير بإذن الله. طيب هنروح بالأخبار، بس قبل ما اروح للأخبار عندي خبر عن أكاديميات نادي الزمالك، وخلي بالكم أكاديميات نادي الزمالك دي يا جماعة يعني كتر فيها الكلام قوي قوي يعني. قبل ما اقول لكم الخبر اللي عندي، انا طبعا معايا على الهاتف كابتن حمادة رأفت المدير اكاديميات نادي الزمالك. كابتن حماده اهلا بيك ومنورنا في زملكاوي. مساء الخير يا كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. انت نايم يا حماده ولا ايه؟ لا يا فندم زوري بس مطروح شويه. لا الف سلام، ما انت كنت معايا في النادي النهارده زي البربنت في الكلام، في ايه؟ بس حضرتك اسمح لي بس اولا ابارك لنادي الزمالك. اتفضل يا حبيبي. وجمهور نادي الزمالك على المستوى الرائع الجميل اللي بيقدوه اللعيبه والنادي والماتشات الحلوه قوي اللي الجمهور مبسوط بيها قوي قوي، وربنا يسهل لنا كده، فاضل لنا خطوه وناخد الدوري العام باذن الله. ان شاء الله. طبعا ببارك للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته، وبدعو بالشفاء العاجل للاستاذ الاخ العزيز احمد بيه مرتضى عضو مجلس الاداره. ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجعونا بالسلامه ان شاء الله حبيبي. تحيه خاصه جدا طبعا للعيبه والاستاذ امير مرتضى والخبير العالمي فيريرا. تمام. ارجع بقى حضرتك للموضوع اللي حضرتك بتسالني عليه. انا عندي خبر بس اقوله لك الاول، الزمالك ليس له اي اكاديميات الا في محافظه الاسكندريه. تعليقك كده يا فندم. حضرتك مفيش دلوقتي حضرتك، احنا عندنا في شروط معينه بعد سنة اتحاد الكوره وزاره الشباب. الشروط دي في 4 شروط، لازم حضرتك يبقى عندك شركه رياضيه، عندك سجل تجاري، عندك ملف ضريبي، وبذلك بتاخد تصريح من وزاره الشباب تمام تتعاقد معانا.
تمام. فحضرتك احنا بالنسبه لنا دلوقتي كل الاكاديميات الخارجيه ما عندناش معاها اي تعاقد الا اكاديميه اسكندريه اللي هي عندها ورقها سليم وكل اوضاعها الماليه سليمه. تمام. يعني نادي الزمالك ليس له اي اكاديميات في اي محافظه من محافظات جنوب مصر العربيه الا اسكندريه فقط. بالظبط كده. وده لان هم زي ما انت بتقول ان هم يعني استكملوا اوراقهم واوراقهم صحيحه طبقا لقرار وزاره الشباب والرياضه. بالظبط كده يا كابتن. واي حضرتك اي اكاديميه عايزه ترغب يعني في تصحيح اوضاعها احنا تحت امرها. بس ما انا كنت هسالك بقى سؤال تاني. طب ما انت دلوقتي ممكن جدا اكاديميه في سين من المحافظات عايزه توفق اوضاعها او تصحح اوضاعها، هتروح لمين ومين هيقعد معاها وايه اللي هيحصل؟ حضرتك بتقدم طلب باسم المستشار مرتضى منصور وحضرتك هو سعادته بيحوله للشؤون القانونيه وبيقعدوا مع الناس. تمام. اللي عنده ورقه كامل يتفضل، اللي عنده في مبالغ ماليه مستحقه للنادي يدفعها وانا تحت امره. طب سؤالي برضو، هل في اكاديميات لم توفق اوضاعها موجوده على الارض دلوقتي؟ اه، ما حضرتك كل احنا لغينا كل عقود. يعني انت لغيت كل عقود الاكاديميات اللي موجوده باستثناء اسكندريه. اسكندريه فقط لغاء. ولو اي حد جه يا جماعه، اي حد يروح يقدم طلب للمستشار مرتضى منصور ب إقامة أكاديمية أو استكمال الأكاديمية أو أي واتيفر بقى المسمى، لو أنت عامل أكاديمية وما بتسددش الرسوم أو أوراقك ناقصة، بتقدم طلب وتكمل هذه الأمور مع الشؤون القانونية عندنا في النادي ويتم التعاقد معاك. تمام؟ بالظبط كده يا كابتن. تمام. كابتن حمادة رأفت، طبعا كابتن حمادة رأفت ده يا جماعة ابن طبعا الكابتن رأفت عطية رحمة الله عليه، حاجة كبيرة. وحمادة ده يا جماعة موسوعة، يعني حاجه دماغ كده، عنده حاجات غريبه كده، هنجيبه في حلقه كده ان شاء الله باذن الله ونقعد نحكي معاه، لان هو الحقيقه عنده معلومات غزيره جدا جدا جدا، ومن الناس شخصيات المحترمه جدا داخل نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حماده رأفت مدير اكاديميه نادي الزمالك. نادي الزمالك جه الصبح النهارده الفجر الساعه 5 كان في طياره الساعة 1 بالليل ما قدروش ان هم يلحقوها. طبعا انتوا عارفين بعد المباراة خلصت حوالي 11 وشوية، عقبال ما اللعيبة يعني غيرت هدومها وبتاع ومش عارف ايه، الطيارة كانت طلعت، خدوا الطيارة اللي بعديها الساعة 5 الصبح، وصلوا الساعة 6 كده الصبح. طبعا مستر فريرا ادى راحة النهاردة للمجموعة اللعيبة، اللي كل اللعيبة خدت راحة. طبعا عناء السفر مهم جدا، انت برضو مش يعني غردقة برضو قريبة لكن او الجونة قريبة، لكن اللعيب برضه بيلعب مباراه، اللعيب التاني برضه سهران لغايه الساعه 5 الصبح، يعني عمليه صعبه، وبالتالي ادى راحه لكل اللعيبه، وان شاء الله هيبدا تدريباته بكره باذن الله الساعه 4:30 5 في ملعب عبد الحفيظ ابو رجيله استعدادا لمباراه المقاصه. مباراه المقاصه دي بقى يا جماعه ليها حسابات تانيه خالص. المباراه دي مباراه في منتهى الاهميه، زي ما مباراة اللي فاتت جونة مهمة، زي بيراميدز ما كانت مهمة، مباراة كلها. ليه بقى؟ لأن برضو تخلي بالك، أنت مش معنى أن أنت تاخد الدوري وأنت بتعمل أرقام. النهاردة يا جماعة الزمالك عنده كام نقطة؟ يعني أنا كام نقطة يا ولية؟ حاجة و 69. أنت النهاردة لو عندك 6 ماتشات أو 5 ماتشات وخدت ال 15 نقطة دول مثلا، بتعدي. ده بيتحسب للانجاز، انجاز للعيبه وانجاز للاداره وانجاز لنادي الزمالك، ان انت حققت اكبر عدد من النقاط على مدار تاريخ الدوري العام. دي نقطه مهمه جدا. اهداف نفس الكلام، دي كلها ارقام لازم اللعيبه تبص لها. انا مش معنى ان انا اخلص مثلا ماتش المقصه واللي بعديها وخدت الدوري الرسمي يبقى لا، انا عايز تاني. يبقى عندك الحافز وعندك الدافع انك انت تحقق ارقام لنادي الزمالك لم تحدث من قبل وتحسب لهذا الجيل. وبالتالي لازم نحافظ على هذه الحالة اللي موجود فيها تيم الزمالك وحالة التجانس والتفاهم والكرة الحلوة اللي الفن والهندسة رجع تاني، وبنتكلم في حاجات. احنا يا جماعة، احنا لو تفتكروا يا جماعة كنا في الاستوديو التحليلية هنا ما كناش بنوصل لجون، فاكرين؟ من 4-5 شهور ايام كارترون اللي كان اللي قبليه مش فاكر. المهم يعني كنا بنيجي نقول يا جماعه احنا ما بنروحش للجون، ما بنروحش للجون. النهارده
كل الطرق بتروح بينها، بالقلب بتروح، بالعرض بتروح، بالتصويب بتروح، بتجيب اجوان منوعه، ضربات جزاء بالهيدز بالرجل بال 1 2، حاجات حلوه، حاجات بتتعمل، تابلوهات بتتعمل في الملعب. مش عايز انا اقول الكلام ده واللعيبه كسبنا مثلا الدوري بعد ماتشين ولا حاجه خلاص، لا، اعمل رقم، اعمل رقم، اعمل رقم قياسي في عدد النقط، في عدد الاهداف، في عدد مرات الفوز. احنا كسبانين 8 ماتشات في الدوري ورا بعض الحمد لله بفضل الله، وتسع، والماتش التاسع كان كاس مصر. كمل بقى، احنا فاضلنا 6 ماتشات، كمل 14 ماتش، كملهم، ده ارقام كلها بتضاف للزمالك، خلي بالكم. فدي ده كلام للعيبه، كلام اللعيبه، لان الحاجات دي يا جماعه، وانا عارف ان شيكابالا بيقول هذا الكلام، خلي بالك، حازم امام بيقول هذا الكلام، اوباما بيقول هذا الكلام، فاللعيبه اللي هي عبد الشافي بيقول للعيبه هذا الكلام، بيقعدوا مع بعض كده ويتكلموا هذا الكلام. انا مره حضرت مناقشه، والله حضرت مناقشه، حضرت مناقشه مع شيكابالا، وكان حازم امام، وكان عبد الشافي، مش فاكر مين الرابع يعني، في نادي الزمالك، بيتكلموا على المباراه اللي كانت اللي هيلعبوها بعد كده، يعني مش الفتره دي، من فتره كده يعني. انا كنت سعيد جدا، بيكلموا كلام مدربين، والله يعني تلاقي شيكابالا بيتكلم، خلي بالك ده بيروح هنا والولد ده مش عارف ايه والفرقه دي كذا، خلي بالك، يعني احنا بنتكلم من دردش كده. انا قاعد باخد، كنت باخد جلسه على رجلي في الفريق الاول فوق، وهم دخلوا وقعدوا يتكلموا مع بعض، انا قاعد يعني سعيد بالكلام، كلام مدربين مش كلام لعيبه، بيتكلم في تكتيك فرقه، بيتكلم في لعيبه خطر في الفرقه اللي هيلعبها، بيتكلم في حاجات فنيه. فانا كنت سعيد جدا بيهم. فالحقيقه الولاد متحملين مسؤوليه بشكل كبير جدا، والاداره موفره لهم كل حاجه بامانه، وعامله لهم اللي هم عايزينه زياده، فالولاد رايقين خلاص بقى هنا، ما رايق، الدنيا حلوه. فان شاء الله باذن الله يسعدوكوا ويسعدوا جماهير الزمالك طول الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب قلنا الزمالك هيبدا خلاص سيراته لمواجهه المقصه، وانا النهارده الحقيقه قريت خبر عجبني قوي. الثانويه العامه ظهرت النهارده، نتيجه الثانويه العامه ظهرت النهارده، فلقيت المستشار مرتضى منصور الحقيقه عمل حاجه يعني بتشتغل، الراجل بيخرج بره الصندوق ده، يعني بيشتغل في كل حته، يعني في كل يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، يعني عنده حاجات كده انسانيه، والله ربنا بيكرمنا عشان كده. والله في حاجات داخل النادي كتيره جدا، خلي بالكم، يعني بتعمل حاجات انسانيه، حالات انسانيه هي غير طبيعيه يعني. فطبعا مشان مرتضى منصور وجه الدعوه للطالبه عائشه طه الاولى على الثانويه العامه في محافظة اسكندرية، والتالتة على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، هي وأسرتها إن شاء الله بكرة في مقر نادي الزمالك. وقرر المستشار مرتضى منصور منح الطالبة وأسرتها العضوية الشرفية لهم خلال التكريم غدا في مكتب رئيس النادي. لفتة إنسانية جميلة جدا. عائشة بقى قالت إيه؟ إيه اللي قدامكم دي الست عائشة دي جميلة ما شاء الله. قالت ايه بعد ما ظهرت نتيجه صنع فرحتها ستكتمل، هي قالت كده. فالمستشار مرتضى منصور لبى طلبها فورا على طول، هو يعني الراجل يعني قاعد الحقيقه يلبي طلبات الناس الزملكاويه الجمال. قال ان فرحتها ستكتمل، يعني واخده، بصوا يا جماعه خلي بالكم، الاولى على الثانويه العامه في اسكندريه والثالثه على الجمهوريه في الشعبه الادبيه، هذه الطالبه النابغه، إن فرحتك ستكتمل عندما يحصل نادي الزمالك على لقب الدوري، وإن محمود عبد الرازق شيكابالا فريق قائد الفريق الأبيض هو أسطورة كروية.
وانها بتحب نادي الزمالك وعاشقه نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور على طول لبى نداها ودعاها الى نادي الزمالك هي واسرتها غدا الاحد ان شاء الله باذن الله. نشوفك في النادي يا عائشه باذن الله، ويستقبلك المستشار مرتضى منصور ان شاء الله باذن الله في زياره الى نادي الزمالك، وتشوف يا ست اللعيبه وتشوف شيكابالا وتشوف كل الناس اللي بتحبيهم. وطبعا يعني مش هتكلم عن عائشه، هي هتتكلم عن نفسها لانها معانا دلوقتي على التليفون. يا عائشه زيك والف مليون تريليون مبروك على نجاحك الباهر في الثانويه العامه. الله يبارك فيك يا كابتن. الله يبارك فيك. عامله ايه يا ست الكل؟ انا تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله، انا مبسوط بيكي الاول اولا، وسعيد بيكي ان انت ما شاء الله الاولى على اسكندريه والثالثه على الجمهوريه، وزملكاويه جميله سمراء جميله كده لون البشره السمار الجميل. والله. والله ربنا يخليك. مبروك الف مليون مبروك على نجاحك الباهر في الثانويه العامه. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. والله الله يبارك في حضرتك. وطبعا اهنيكي مره تانية على ان المستشار مرتضى منصور دعاكي انت واسرتك بكره، وهيهديكوا العضويه الشرفيه لنادي الزمالك. طبعا دي حاجه يعني انت قلتي مش هتكتمل فرحتي غير بان انا شيكابالا ونادي الزمالك، فعلى طول لبى النداء المستشار مرتضى منصور. شعورك ايه بقى واحساسك ايه بهذا وهذه الدعوه اللي وجهها لك المستشار مرتضى منصور يا عائشه؟ والله انا ما كنتش يعني حاسه ان الموضوع هيجي كده بسرعه، يعني ده اللي هو المذيع بيسالني انت اهلاويه ولا زملكاويه وايه رابط الكوره معاكي، قلت له لا ده انا زملكاويه. فهوب مره واحده زملكاويه، لا ده انت هتاخدي العضويه. فالموضوع تحس جه بسرعه كده، كان بالنسبه لي صدمه يعني. وطبعا المستشار على راسي صدمه حلوه يعني، بس عشان ما صدمه حلوه سعيده، صدمه سعيده. فرحتين يعني، فرحه النجاح وفرحه العضويه. وليه بقى واقع الدعوه بتاعت المستشار مرتضى عندك في البيت بقى، باباكي ومامتك واخواتك واسرتك كلهم كانوا عاملين ازاي ساعه ما سمعوا المستشار مرتضى منصور وجه لك الدعوه مباشره يعني؟ والله هم فرحوا جدا يعني، شبه كل اللي في البيت عايزين يجوا معايا بكره يعني، اللي هو ايه يشرفوا طبعا. انا مش هدعيك انا المستشار مرتضى دعاكي، لكن هو دعا الاسره فيشرفوا في اي وقت. طبعا المستشار مرتضى عايز يقابلك ويقابل والدك اكيد ووالدتك اكيد، لان هو الدعوه باسمك انت واسرتك. ان شاء الله. والله احنا بكره هنلبي دعوه المستشار. والله يعني المستشار يعني حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا، والله هو على راسنا يعني، اذا كان كل اللي بيعمله من يعني جوه النادي ولا بره النادي، وكل اللي بيقدمه الدعم للشباب والرايز ذات نفسه للشباب والاهل النوبه وكل الناس اللي بيقدموا الدعم. والله فالموضوع يعني حاجه فرحه كبيره جدا جدا جدا. والله يا كابتن انت اصلا منين يا عائشه؟ انا عايشه في اسكندريه، بس انا اصلا من النوبه يعني. جمال النوبه بقى وحلاوه النوبه دي حاجه جميله يعني. تسلم يا كابتن. والله ربنا يخليكي. طب قولي لي بقى مين من اللعيبه اللي تحبي تقابليها بكره اذا الظروف سمحت يعني باذن الله؟ ان شاء الله شيكابالا يعني، اللون يحكم بقى اكيد. ان شاء الله باذن الله تسعدي. والله زيزو هو شاطر جدا. يعني قولي لي بقى يعني الثانويه العامه السنه دي كانت صعبه ولا كانت سهله؟ هو مفيش حاجه سهله يعني. حاجه سهله جت مثلا من زمان خلاص، ومع النظام الجديد ما بقاش في حاجه سهله يعني، فالدنيا اكيد صعبه. بس الفكره ان انت تعرف تتعامل بقى، ويعني ما تقفش لو في حاجه صعبه قابلتك، ما تقفش عندها، لا حاول تتعامل وتتكيف مع الظروف. الشاطر مش اللي بيمشي في السهل، لا الشاطر اللي بيعرف يتكيف مع الظروف، وده الطبيعي يعني. طب بعد النجاح الباهر ده انت حابه تطلعي ايه، او عايز تخش كليه ايه؟ قضوا علوم سياسيه باذن الله. ما شاء الله انت وزيره بقى، انت وزيره ان شاء الله في المستقبل باذن الله، ربنا يكرمك تبقى وزيره كده ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله، اما مش كبير على ربنا عائشه ان شاء الله باذن الله. كلنا حاجه كبيره والله يعني. يعني انا بقول على اسكندريه دي تعتبر حاجه كبيره قوي، والثالثه جمهوريه يعني لا ده افكارهم ربنا كبير قوي. صحيح. عملت ايه عائشه عشان تطلعي الثالثه على الجمهوريه الاولى على اسكندريه؟ عملت ايه يعني انا اصلي مش متفوق قوي، خلي بالك في الدراسه يعني كنا بننجح كده يا دوب يعني. عملت ايه بقى عشان تطلعي الاولى على الاسكندريه والثالثه على الجمهوريه؟ والله يا كابتن هو انا كنت اي حاجه بذاكرها يعني بذاكر اول باول، ما بحاولش اراكم على اي حاجات، لان التراكمات دي هي اللي بتخليك بدايه الفشل يعني. فانت تنظم وقتك وتعمل وما تعملش تراكمات، وتحاول بقى يعني تتابع اول باول وامتحانات وشغل وكده، بس انت مش مطالب بالنتيجه، انت كل اللي مطالب بيه الساعه يعني، والنتيجه دي بتاعت ربنا بقى، ده كل ده توفيق ربنا وكرمه يعني قبل كل حاجه. وذكاء برضه ومساعده بابا وماما اكيد. طبعا
كلهم كلهم جزء من تعبي يعني. اكيد ان شاء الله بنسعد بيكي بكره في لقائك مع المستشار المحترم منصور يا عائشه انت واسرتك، ونصور اللقاء ونذيعه في قناه الزمالك بكره ان شاء الله، وتنورينا وتشرفينا باذن الله بكره. وانت يعني الحقيقه حضرتك كمان لازم اشوفك ان شاء الله باذن الله. قولي لي بس الساعه كام هتيجي وانا تحت امرك اجي لك. يعني حاضر مفيش مشكله خالص ان شاء الله باذن الله. لسه كده ان شاء الله باذن الله. عندنا شغل، عندنا اختبارات بكره، خلص اختبار واجي لك ان شاء الله باذن الله. خلاص والله اتشرف بحضرتك يا كابتن والله. الشرف ليا، الشرف ليا يا فندم، ربنا يخليك. ماشي يا عائشه، كل سنه وانت طيبه، والف مليون تريليون مبروك. حاجة جميلة لما يعني برضو البني آدم لما بيحس بالناس بتبقى حاجة حلوة، يعني حاجة لذيذة بالنسبة لي الـ 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 حتى الشباب، يعني هي وجهة مشرفة الحقيقة. وقالت أنا زملكاوية ونفسي في الزمالك أقابل في الصين أو سواد، على طول الراجل مرتضى منصور لبى ندائها ودعاها إلى نادي الزمالك، ولفتة كريمة من المستشار مرتضى منصور بنشكره عليها طبعا أكيد، لأنها تستحق، البنت دي تستحق سهرة ليالي وذاكرت، وربنا وفاها الحمد لله بتوفيق ربنا اكيد ومساعده اهلها طبعا. برضو في هذا السياق المستشار مرتضى منصور يمنح عضويه الزمالك الشرفيه للرابع على الثانويه العامه. مين بقى الرابع؟ الطالب كيرلس نسيم عازر خليل، والمقيد في مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية المشتركة بمحافظة قنا. ده راح قنا، ده الراجل راح لقنا. وصاحب مركز الرابع مكرر على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية علمي، ده نبغة بقى ما شاء الله. كيرلس ده حاجة ما شاء الله نبغة يعني. ودعاه أيضا يوم الاثنين إن شاء الله لتكريمه ومنحه العضوية الشرفية لنادي الزمالك خلال التكريم يوم الاثنين في مكتب الرئيس القلعة البيضاء الساعة 6:00 مساء. وأكد كيرلس في تصريحاته بعد ظهور النتيجة الثانوية العامة أن فرحته أيضا ستكتمل عندما يحصل الزمالك على لقب الدوري في الموسم الحالي. والحقيقة طبعا مش مرتضى دعاه هو وأسرته يوم الاثنين إن شاء الله لمنحه العضوية الشرفية. آخر حاجة برضو مشان مرتضى منصور وجه الدعوة للطالب عمر السيد داود من محافظة الغربية، واللي حصل على المركز الثاني مكرر بشعبة علمي علوم في الثانوية العامة، لتكريمه يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله في مقر النادي ومنحه العضوية الشرفية لنادي الزمالك. كل الشكر ل مشان مرتضى منصور على دعوته لهؤلاء النوابغ الحقيقه اللي هم يعني شرفوا اهاليهم وشرفوا محافظتهم وبلادهم وقراهم. طبعا بالتاكيد كل الشكر لمشان مرتضى منصور على هذه اللفته الانسانيه لدعوه هؤلاء المتفوقين في الثانويه العام. هنطلع لفاصل. الكونت دي مونت دي صبري، محمد صبري، بعد الفاصل. رايك كيف فوز الزمالك على الجونه واداء اللاعبين، ورايك كيف اداء فيريرا للمباراه ويعني سيناريو المباراه كده من وجهه نظرك؟ هو الصراحه اللعيبه يعني ادت الماتش بشكل جيد جدا وهم يستحقوا الفوز، وفيريرا مدرب عظيم ومشي الفريق بتاعه تمام على وضع كويس ومجتهدين تمام ومش مقصرين في اي حاجه، والفوز مهم طبعا، ودي حاجه بتقرب نادي الزمالك للدوري والفريق، وباذن الله يعني ياخدوا الدوري. اداء رائع، واعتقد ان فريرا من احسن المدربين اللي مش جم بس في الزمالك، في مصر عامه وفي افريقيا عامه، وفعلا هو بروفيسور والمكسب بيجيب مكسب، وباذن الله الدوري في متعه السنه دي كمان. كان اداء مبهر جدا وما شاء الله على امام عاشور وزيزو، اللهم صل على النبي عليه، كان ماتش جميل جدا وان شاء الله الدوري خلاص. ماتش مهم جدا، وفريرا كان عامل ماتش جامد. كنا مبسوطين امبارح من فريرا ومن اللعيبه كلها، والف مبروك لنادي الزمالك وان شاء الله ناخد الدوري وربنا معاهم. كنا متكيفين قوي من كابتن امام عاشور وشيكابالا، واللعيبه كلها امبارح كانت مكيفانا بصراحه يعني. وفرصه فوز ان شاء الله جميل بامر الله، وبامر الله ان شاء الله على الدوري بامر الله. لا اداء طبعا كبير جدا للعيبه، والف مبروك لنادي الزمالك طبعا، ويعني
والله العظيم مفرحينا كاس ودوري، وان شاء الله الكاس الجاي هناخده برضه. أربعة كان فوز حلوه كبير طبعا، فوز كبير جدا. واللعيبه بقى واداء فيريرا شفته 10 على 10، اداء ممتاز جدا صراحه، جدا ممتاز. ومعروف سمعت الزمالك الين اخر الدنيا. انت منين؟ انا من السعوديه. زملكاويه؟ طبعا، وهحضر الماتش ان شاء الله. الزمالك هياخد دوري؟ هياخد هياخد. قولي لي لعيبه الزمالك رجاله. اكيد ان شاء الله فوز، وربنا ان شاء الله يوفقهم، يستاهلوا بصراحه يستاهل. لا تعليق على اداء فيريرا، لانه اثبت انه رجل لا يقارن باي من المدربين اللي احنا شفناهم واللي بنشوفه. اداء في ماتش الجونه شفته عبقري، رجل عبقري، قادر يوظف عناصر ربنا اللي اعلم هو قدر يجمعها ويوظفها في اماكنها ازاي برغم النقص الشديد في كل الصفوف، الا انه الرجل زي ما يقولوا كده يعني شاطر بيغزل. قدم مباراة جيدة النهاردة بصراحة، يعني النهاردة يعني الحمد لله كسبنا 3 بونت كويس قوي يعني، وكانت اللعيبة رجالة في الملعب بجد يعني. هو زيزو وإمام عاشور صراحة يعني ما كانش يستحق الطرد، هو فرح بس مع الجماهير ما عملش حاجة تاني. زيزو لاعب الزمالك، كابتن كبير. سيد زيزو لا جونين وأسست ومقصر، نزلته في الملعب حلو، ربنا وفقه يعني، ربنا وفقه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، إمام عاشور بأربعة، زمالك الفن والهندسة والدوري قرب. الكونت ديمون دي صبري، لعيب من اللعيبة الشول اللي نادرا ما نشوفهم الحقيقة يعني، واستمتعنا بيه في نادي الزمالك سنوات عديدة جدا، وكم من اللعيبة اللي ما تسمع لهمش صوت غير في الملعب، تلاقيه يجيب من اليمين تلاقيه من الشمال تلاقيه مش حاجة جميلة جدا جدا جدا. ضيف النهاردة هو النجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد صبري. ازيك يا بورة؟ تحياتي ليك طبعا يا كابتن حبيبي، ووحشني جدا، وسعيد ان انا دايما بكون مع حضرتك وبستفيد من حضرتك، وبشكرك طبعا على المقدمة الجميلة دي. مش الجمهور، ولكن احنا امتداد ليكوا، وانا كنت بشوفك طبعا وانا كنت صغيرا، ما بكبركش ولا حاجة، لكن كنت ما شرفنيش ان انا كنت يعني كنت موجود مع حضرتك جوه الملعب، لكن انا شفتك وانا صغير، واحنا دايما بنبقى امتداد اجيال ولا اجيال، احنا امتداد للجيل العظيم بتاعكم، وانا بشكرك المره الثانيه على المقدمه الجميله. عليه الجمهور الزمالك بيحب دايما يقول لك الكونت دي مونت دي صبري. صحيح، دي ده كانت على فكره في فيلم اعتقد، فطلعت عليك بقى. مظبوط، كان طلع عليا تقريبا الله يرحمه الاستاذ حسن المستكاوي، وكان بقى كان بعد مباراه النادي الاهلي، واللقب ده كان طلعه عليا ومشيت بعد كده. والله انا ما اعرفش الاستاذ حسن المستكاوي الصحفي الكبير طبعا هو اللي طلعه عليك، بس انا قلت يعني علي. انا بسمعها كتير. صحيح، حتى في تعليقات بعض جماهير الزمالك على السوشيال ميديا لما بتيجي سيرتك يا الكونت دي مونت دي صبري، فعلقت معايا يعني. صحيح صحيح، وعلقت مع الناس. صحيح، مظبوط مظبوط والله. الحمد لله. انا عايز اتفرج على جون، لان جون صعب قوي يعني، جون من الاجوان، جون الاهلي يا جماعه. ليه بقى انا هجيب الجون ده يا اولاد؟ انا في حياتي ما شفت واحد شاط الكوره من هنا وراح كده، لان هي المفروض ان انا بروح واخد الكوره كده عشان تبقى على عدلتي الشمال، انا كنت بعمل كده، هو عمل حاجه غريبه خدها على طول، فحضروا لنا الجون عقبال ما ندردش معاه كده، لان الجون ده الحقيقه يدرس 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 يعني، لان الجون من الاهداف الصعبه قوي قوي، ومن المفاجاه هو ده. وراحت طلقه، ده الجول الثاني مش الاولاني كابتن، اللي هو الاولاني ده كانت بدايتي مع 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 نادي الزمالك، يمكن كان اول مباراه ضد النادي الاهلي مع مع نادي الزمالك، لكن الجول ده كنت لا انا عايز الجول يا جماعه. الجول ده الفاول اللي انا شطه. لا انا مش الفاول، كان الجول الاولاني بقى اللي هي بتجري كده دي، اللي هي لعبها لي خالد الغندور، وكانت كان ماتش ايمانويل بوندو الماتش ده. بوندو اللي كان بصها لي، وبوندو كان جاب جول في في الماتش ده، كان الجون الثالث وما اتحسبش يعني، ما اتحسبش كانت عدت الخط
وما اتحسبتش وكسبنا المباراه 2-0. بص يا جماعه، يعني في كده في الدنيا، في حلاوه كده. لا يعني الجون ده انا بصراحه لما بتفرج عليها صبري من الاهداف اللي حلوه قوي 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 وصعبه جدا. صحيح. جدا جدا صحيح. وبعدين نسبه التوفيق اولا فيها كبيره جدا كده. ماشي، كل حاجه يعني فيها توفيق يعني ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو جول فيه نسبه توفيق عاليه جدا، لكن انا واخد قرار الشوط ده وخالد داخل بالكره الجول. والله يعني لو 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 رجعنا بيها تاني شويه. بص بص انا بعد نفسي، انا بعد نفسي على الشوط خلاص، انا واخد القرار ان انا اشوط. ممكن بقى يبقى ثقه، ممكن يبقى قلق لان دي اول مباراه ليا، فانا عايز اشوط الكوره واخلص. لكن انا عادل جسمي على ان اشوط الكوره. لا نثبت نثبت لو رجعنا لها تاني. بص يا كابتن، بعد النفس اهو يعني. خلاص ملهاش معنى بقى ان انا اوقفها تاني يا كابتن. بالظبط. بس لا 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 زود كمان فريم. لا 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 قدام فرقه عشان عايز بس يا جماعه ال 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 الوضع التشريحي للجسم، الكرة ما تطلعش كده ابدا. ما تطلعش كده، استحاله. بالظبط يا كابتن، بالظبط استحاله، لان انت كمان مراجع لورا صبري كمان. بالظبط. انا رجعت عشان اخد قرار الشوط يا كابتن، لكن زي ما حضرتك بتقول الوضع التشريحي بتاعك ما تروحش في الزاويه دي وبالدقه والاتقان ده. فعشان كده بقول لك التوفيق كان فيها اعلى من نسبه الامكانيات كمان. حاجه جميله من الاهداف. والحكم كان مصري ولا اجنبي يا صبري؟ لا لا كان اجنبي. اجنبي. كان من افريقيا. كنت اسمر، شكله اسمر. كان من بص افريقيا. بص الجون نكمل بقى يا رجاله. يا عيني يا عيني، ده ما اتشافتش. بالظبط. هو التوفيق بقى يا كابتن. لا صعب قوي. جون من الاهداف يا جماعه الحلوه قوي 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 يعني. اهلا بيك. الله يخليك، منورنا يا كابتن صبري. انا بس حبيت احييك بس بهدف كده عشان افتح نفسك معايا عشان نقعد نتكلم وندردش كده على الكوره بقى. قول لي بقى يعني نادي الزمالك والاداء الرائع وشايفين احنا ما كناش بنروح للجون. صحيح. يعني بكلمك فتره من فترات يا كابتن صابر ما كناش بنروح للجون. ايه اللي حصل؟ اسباب ايه؟ ايه الاسباب؟ قول نظرك انت. اللي حصل طبعا هو من البدايه خالص يا كابتن مع مجيء فيريرا، يمكن كانت الامور على مستوى النتائج مش على ما يرام. يمكن اتغلبنا ماتشين في افريقيا، وبعدين اتغلبنا ماتشين في بدايه الدور الثاني من الدوري انبي والجيش تقريبا. صح. والجيش. وكانت الامور في النتائج صعبه. وكانت الامور عند الراجل كمان ان هو دخل على فرقه قوامها بي 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 يعني بيقل، سواء من مشاكل ماديه جوه الفرقه او سواء من مش عايزين نقول تمرد، ولكن وجهه نظر لعيبه ان هم لازم ياخدوا فلوسهم او لازم يبقوا متواجدين فلازم ياخدوا حقوقهم. فكان الراجل عنده مشاكل كتير جدا. صحيح. لازم نعترف في الاول ان الاداره ساعدت الراجل طبعا، لان بدون هو مدير فني عالمي وراجل بروفيسور، فعلا بروفيسور، والنهارده الناس كلها بتتعلم منه. حتى الفرق بتاعت الدوري المصري الاسبوعين الاخرانيين دول بدات الناس تلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بها فيريرا، ولكن الاختلاف هيبقى في القدرات وفي التوظيف. صحيح. قدرات اللعيبه وتوظيف اللعيب، لكن معظم الفرق دلوقتي بقت بتلعب ب 3-4-3 اللي هي فيريرا جه واشتغل بيها في نادي الزمالك. الراجل لما اشتغل بدا الاول زي ما بيقولوا يعمل عمليه تنظيف للفرقه، لازم يشيل منها الشوائب كلها الاول علشان يحط البذره بتاعته او الزرعه بتاعته جوه الفرقه، والدوافع والروح والقتال والاراده والعزيمه، كل العوامل دي عشان يقدر يحطها لازم تبقى الفرقه كلها مستجيبه، ما يبقاش عنده مشاكل. اللي ساعده في الموضوع ده طبعا مجلس الاداره. مجلس الاداره هو خد قرارات كتير جوه بعض داخل الفرقه ضد بعض اللعيبه. الاداره كانت ممكن تقول له لا انا ما عنديش اصلا سكواد، ما عنديش اصلا لعيبه، ما عنديش مراكز تقدر تغطي الفرقه دي، فانا يعني ممكن نعدي للكابتن طارق، ممكن نعدي لصبري حاجه، لكن ما نستغناش عنهم بالطريقه او بالصوره دي. صحيح. كان اصرار من الراجل واصرار من الاداره على تلبيه رغبه الراجل، ان هو هو حر فنيا، هو حر، هو وامير مرتضى المشرف على الفرقه هم حرين في الفرقه، احنا ما علينا ان احنا هننفذ طلبات الجهاز الفني. فلما بدا يشتغل الاداره كده مع الجهاز الفني بدا يحصد فنيا جوه الملعب. العوامل دي حطها؟ ايوه حطها، حط الاصرار وحط العزيمه، لكن فنيا خد وقت شويه علشان يغير الطريقه، يغير البوزيشن بتاع اللعيبه، يغير المراكز للعيبه، يسهل كمان على اللعيبه، يعني ما بقاش يدي ادوار مركبه لحد يا كابتن. يعني في الخط الديفنس ونص الملعب والمهاجمين ما كانش بيدي ادوار مركبه كتير لسواء للعيبه اللي تحت او للعيبه اللي في الخط اللي قدام. الادوار المركبه دي بتصعب مهمه اللعيب، وده ظهر في محمد عبد الغني يا صبري. طبعا طبعا. محمد عبد الغني قال له انت هنا
استلم وسلم واقطع بالظبط، او اقطع واستلم وسلم بالظبط. هو دور واحد تتفلسف، هو دور واحد أيوة، لانه كمان داخل على فرقه نتائجها ما كانتش كويسه. احنا كنا كجمهور كنا بنقول احنا هننافس السنه دي ان احنا نخش دوري ابطال افريقيا ما نخشش كونفدراليه، فكان الموضوع كله كان عند جمهور الزمالك ان احنا عايزين بس ايه نخش افريقيا السنه دي وبعدين نعمل فرقه ونجيب تعاقدات ونشوف الفرقه نظبطها بعد كده. فاحنا كنا ماشيين بالاستراتيجيه دي كجمهور صحيح، لكن الجهاز الفني والاداره ما كانوش ماشيين بنفس الاستراتيجيه دي. كانوا هم عندهم امل وهم كان عندهم رؤيه هم والجهاز الفني، لا احنا ممكن نقدر نعمل حاجه السنه دي صحيح. فبدا يشتغل على كده، النتائج ساعدته يعني، النتائج ساعدت الراجل في البدايات لحد ما بدا ياخد توقفين ثلاثه يا كابتن طارق. خد توقف 10 ايام تقريبا صح، وبعدين خد توقف تاني 15 يوم، فبدانا نشوف تغير في الشكل بتاع واداء اللعيبه جوه الملعب، سواء في الخط الخلفي. لو بصينا على بدايات فيريرا لما لعب بثلاثه كان عندنا مشكله كمان، واحنا عندنا زياده عدديه ثلاثه في الخط الخلفي بيبقوا موجودين بس للناحيه الدفاعيه، كان برضو عندنا مشكله وكنا بنتضرب. كان بيعود المساحات اللي احنا نشتغل فيها، ال 40 متر اللي احنا نشتغل فيهم كانت اللعيبه ساعات بتتلخبط، فكان بيحصل انفرادات كتير علينا وكان بيحصل مشاكل عندنا في الناحيه الدفاعيه صحيح. لما بدا يظبط الحاجات دي وبدا يحط العوامل اللي قلت لحضرتك عليها، الاراده والعزيمه والقتال جوه الملعب، بدانا نشوف التوفيق في ماتشات كتير جدا كنا لعبناها قبل الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا دول يا كابتن طارق. كان عندنا شويه بتقف العمليه عند الشوط الثاني، بتقف العمليه في اخر 10 دقائق، لكن كان بيحصل لنا التوفيق. فالتوفيق العوامل بتاعته كانت الاداره وكانت الجهاز الفني وبعدين كانت استجابه من اللعيبه. استحضرنا بعد كده الجمهور بدايه قبل مباراه المحله في مباراه النادي الاهلي، تعادل مع النادي الاهلي واحنا ما كانش عندنا الامل ان احنا كنا مش احنا اللي تعادلنا، ده هو بقى تعادل معانا. بقول لك قبل المباراه كسبانين. قبل المباراه احنا كنا رايحين وهم يعني افضل مننا شويه صح. حالتهم كانت افضل مننا شويه صحيح. فالماتش ده فرق كتير جدا مع فيريرا، سواء في اللعيبه الكبار اللي موجوده او اللعيبه الصغيره اللي طلعت، اللي فكرونا بقى بالتسعينات والثمانينات لما صحيح. كنا بنطلع من قطاع الناشئين خمس ست سبع لعيبه من الثمانينات كنا بنعمل كده، التسعينات كنا بنعمل كده، وقفت العمليه شويه لكن شفناهم في مباراه النادي الاهلي. بعد مباراه النادي الاهلي خلاص زي ما بيقولوا العربيه مشيت خلاص، فبقى الجمهور استحضرناه بعد كده بقى من اكبر العوامل اللي ساهمت في مباريات كتيره جدا كسبناها بسبب الجمهور صحيح. بدءا من مباراه المحله، قبلها مباراه النادي الاهلي. لو تشوف المنظر يا كابتن طارق بتاع جمهور نادي الزمالك، انا بحس انه ما بيتغيرش من مباراه النادي الاهلي، هو نفس العدد نفس المشهد، هو نفس الجمهور. لما بتخش النهارده على تذكرتي بتلاقي التذاكر بتخلص في 12 دقيقه، في 13 دقيقه بيكون جمهور نادي الزمالك خلاص مخلص التذاكر بتاعته، فكله دلوقتي دخل جوه المنظومه. لا وكمان هم ليه شجعهم ان هم يعملوا كده يا كابتن صبري؟ ان رئيس النادي بيساعدهم في الانتقال من والى الملعب، فدي برضو مدياهم ارتياحيه كبيره جدا طبعا، وبالتالي بيروحوا يقبلوا على التذاكر بهذا العدد. ليه؟ لان انا عندي اداره بتساعدني انها توديني النادي، توديني المباراه. ده كمان بتساعدني، ده كمان نقطه مهمه جدا. ده كمان يا كابتن طارق هو العمليه بقى في انسجام كبير جدا بين الاداره وبين الجمهور، بمعنى ان المستشار مرتضى، ودي حقيقه يعني، دي حقيقه لازم نتكلم فيها ونبروزها. المستشار مرتضى الجمهور كان عايز يروح الملعب ب 2500 حاضر، طب احنا عندنا مباراه في الجونه، الجونه انت حضرتك عارف خمس ساعات نروح وخمس ساعات على نرجع وبعدين ثلاث ساعات جوه الملعب وبنشجع فرقتنا، فده ضغط كبير جدا على الجمهور. لو ما كانش في استجابه من النادي ان الجمهور يروح مباراه الجونه كل واحد يروح لوحده كده، ما كنتش هتلاقي نص الجمهور ده. ده انا شفت منظر يا صبري والاتوبيسات ماشيه على طريق الجونه، ده حاجه مش ده الجيش، بعض العساكر اللي أيوة ربنا يحرسهم. ايوه ايوه يا جماعه لو عندنا اللقطه دي والنبي نجيبها. بالظبط بالظبط. اه شيء حاطط الزمالك وبيرحب بكل الاتوبيسات بحب نادي الزمالك صحيح. نفسي اروح الماتش بس انا عندي جيش صحيح صحيح. حاجه ايه ده؟ وكان ممكن يا كابتن طارق يعني لولا إن المستشار مرتضى استجاب
وطلع اتوبيسات وسيبك من الوجبات الوجبات دي. هو قدامنا اتوبيسات اهي مع جماهير الزمالك. ده حق الجمهور نادي الزمالك. هو يعني المستشار مرتضى بيلبي حق من حقوق جمهور نادي الزمالك. ما كانش حد بيعمل كده يا صبري. ما فيش حد ده انا بقول لك كمان. ما حد بيوفر الحمايه لجماهيره والراحه لجماهيره للدرجه دي. ما حصلتش يعني ما حصلتش ولكن نادرا قوي يعني لما عمري ما اتذكر حاجه زي كده. لا ما لا ما لا كانت يعني كانت ساعات بتحصل بس مش بالشكل ده ولا بالماديات اللي اتصرفت كده يا كابتن طارق. ده وجبه وسفر واكل وشرب يعني ومش ما كانش حد هيروح يا كابتن طارق يعني لو ما اتعملش كده. انا بقول ممكن كان النص العدد ده يقل. مش تقليل من جمهور نادي الزمالك قد ما هو ان الناس اللي جايه راحت الجونه دي في ناس جايه من كفر الشيخ وفي ناس جايه من المنصوره وفي ناس جايه من الشرقيه وفي ناس جايه من كل المحافظات. فما كانش هيقدر يروح المباراه من المحافظه بتاعته كله اتجمع في نادي الزمالك. فكان الموضوع اسهل كتير على الجمهور انه ما يروح من كفر الشيخ على طول على الجونه ان انا اروح مثلا من المنصوره على الجونه فكانت هتبقى العمليه فيها صعوبه شويه. التنظيم كان رائع الحقيقه. التنظيم وراحة الجمهور وفي النهايه شفنا التابلو اللي عمل الجمهور هناك في الجونه. حاجه جميله وحاجه حاجه حاجه تشرف اي حد انه بينتمي لهذا الكيان وبينتمي لهذا الجمهور. ودلوقتي اللعيبه والاداره والجهاز الفني الانسجام اللي انا شايفه ده انا كلاعب كره تفاصيله حضرتك لعيب كره وعارف يا كابتن التفاصيل دي كلها بتديني في الاخر التوفيق حتى لو ما كنتش فنان كويس. يعني مباراه الجونه انا ما كنتش مستمتع بفيريرا واللعيبه زي المباريات السابقه لكن كنت مستمتع جدا 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 بالجمهور وبمنظر الجمهور وبشكل الجمهور. مش ممكن يعني احنا لما كنا بنلعب يا صبري وقبل طبعا عدم يعني الكورونا والاحداث اللي حصلت في العالم كله قللت من حضور الجماهير. لكن لما كنا بنلعب كنا لما بنزل بلاقي 5000 كان الواحد بيبقى نازل زعلان. صحيح. لكن لما بتلاقي مثلا 30 و40 و50 الف لا انت بتبدع بتحركك وبعدين بتطلع اللي جواك واللي ازيد من اللي جواك بالظبط. وحتى الراجل فاهم الكلام ده كويس قوي يا كابتن. يعني هو استعان بالجمهور في بعض المباريات منها مباراه المقاولين لما حس ان في ضغط شويه على اخر ربع ساعه من من من, من فرقه المقاولين او ممكن يحصل تعادل في المباراه فراح استنجد بالجمهور راح شاور للجمهور علشان يقدروا يحفزوا تاني اللعيبه ويطلعوا من امكانياتهم اكتر ما هو متاح كمان. صحيح. فاللعيبه الحقيقه يعني الجمهور الحقيقه يعني بيقدم ملحمه في الدوري ده. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن طارق ناخد الدوري ده باذن الله هيسجل في التاريخ اللي عمله جمهور نادي الزمالك مع فرقته في اخر مباريات في الدوري وامله في الدوري العام اللي ما كانش موجود اصلا من بدايه الدوري. فاللي عمله الجمهور ده هيسجل في التاريخ. اللي عمله اداره نادي الزمالك مع اللعيبه ومع مجيء فيريرا ده هيسجل برضه في التاريخ. فيريرا واللي عمله مع نادي الزمالك هيسجل. الحقيقه الدوري ده ملحمه يا كابتن. طيب الحاجات دي كلها حلوه قوي وجميله جدا وانت سقتها بشكل جميل. لكن في نفس الوقت اما طلع قرار بخصم 50,000 جنيه من امام عاشور وحرمه من مكافاه المباراه فاهمني واتفر بقى السبب يعني في ناس تقول لك لا ومش عارف ايه مش دعوه بالقصه. بس انا راجل مسؤول. المسؤول غير طبعا غير الجمهور غير الجمهور غير غير مسؤول زينا. انا عندي عاطفه طبعا برافو عليك حاجات كتير لكن انا ما بشتغلش بالعاطفه. صحيح. الكلام ده ما كناش بنشوفه. ايه مغزى من وجهه نظرك هذا القرار وهل له معاني من وجهه نظرك طبعاً. انت هي رساله طبعا من المستشار مرتضى ومجلس الاداره ان احنا على طول باصين للفرقه على طول متواجدين مع الفرقه. مش معنى ان انا فرحان او ان انا مبسوط او أيوة. الاداء كويس او النتائج كويسه ان انا ممكن اتغاضى عن حاجه اتغاضى عن خطا لان اللي عملناه قبل كده كاداره هم عايزين يحصدوه دلوقتي. خلي بالكوا يا جماعه احنا بنتكلم كده احنا مش ضد امام عاشور لا لا خالص. بالعكس احنا بنتكلم انت ده تيم الزمالك ده نادي ده كيان. فهو الراجل لما طلع هذا القرار طلع القرار ده لصالح الكيان واللعيبه هي رسالة هي الرساله يا كابتن طارق. انا كنت مبسوط بيها جدا مش الماديات اللي انا يعني نفس اللعيبه تاخد اكتر من كده 100 مره كمان والمستشار مرتضى عامل معاهم حاجات كتيره جدا لكن ده رزقهم بس هو وما نتكلمش فيه. نعم هو حاله ابن اللذينه لا هو يعني امام حاله امام يا كابتن طارق يعني احنا كنا الاول بنقول هل امام هيعوض
غياب فرجاني ساسي. ايوه برافو عليك. لقينا ان امام بيعوض فرجاني ساسي وبيعوض كمان كان النقص واللي عدى ساسي وعدى كل الناس في طارق حامد يعني بالزبط. يعني يعني عدى الاثنين اشتغل دفاعيا كويس والناحيه الهجوميه احنا ما كناش يعني معلش يعني احنا ما كناش بنشوف ساسي 3 4 5 6 7 مرات بيخش جوه ال 18 بالشكل اللي بيعمله امام عاشور. ما كناش بنعتمد على امام عاشور النهارده انه لو وصل لل 18 يقدر يجيب لنا جول من تسديده. ما كانش ساسي بيعمل كده. انا صبري قلت ايه؟ قلت يا جماعه فاكرين لما كان طارق حامد رجليه توجعه كان قلبنا طبعا طبعا. ما طارق مش هيلعب دي مشكله كبيره جدا النهارده طارق علشان السور وقع. وبعدين يعني امام لازم ياخد باله من الحاجات دي. وهي دي الرساله اللي المستشار المرتضى اداها له واداها للاعيبه يعني بصفه خاصه بالنسبه لامام. امام لازم يبقى عنده ثبات انفعالي شويه. انت لما بتجيب جول بتبقى العمليه يعني زي ما بيقولوا هربانه مني فبعمل حاجات انا ممكن ما يعني ما اروح اتفرج في البيت على التلفزيون بعد كده اقول انا ليه عملت كده. احنا مقدرين الكلام ده ولكن لما العمليه تبقى متكرره يا كابتن طارق بمعنى ان هو مع سيف الجزيري عملها قبل كده وكان ممكن يعور سيف الجزيري بتاكلينج وراح موقعه كده. عمل تاكلينج مره معاه الماتش اللي قبل اللي فات مع الونش. الونش برضو يعني كان الفرحه مبالغ فيها منك يا امام. اخرها كانت المباراه اللي فاتت دي كانت ممكن تبوظ لنا الفرحه اللي احنا كنا فيها. واحنا كمان مش مستحملين ان لعيب زي ده يغيب عن المباراه. هو يتعور وكمان كان ممكن يعمل مشكله للجمهور اللي كان موجود تحت السور. صحيح. لان السور لو وقع هو ده اللي خلى المستشار المرتضى يطلع هذا القرار بسرعه بالظبط علشان برضو يعني الدنيا تهدى خلاص يعني موت يعني الدنيا يعني لازم القرارات دي فيها تاثير ايجابي على اللعيبه وعلى الفرقه وعلى الناس كلها. خلي بالك يعني هقول لك مثلا على حاجه امبارح انا ما كنتش يعني مبسوط قوي من اداء اللعيبه فنيا جوه الملعب المباراه اللي فاتت خصوصا كمان ان العمليه ربنا مسهلها علينا بقى لنا مباراتين بيراميدز ومباراه الجونه. انت بتخش المباراه وانت 1-0 بس انت كسبان 4 ازاي مش مبسوط؟ انت بتدخل المباراه يا كابتن وانت 1-0 يعني انا امبارح برغم ان احنا اشدنا بحسام عبد المجيد والولاد الصغيرين دول كلهم لما ما عجبنيش سيد نيمار ما عجبنيش حسام عبد المجيد الاداء بقى فيه شويه وده مقبول برضه يا كابتن طارق. الاداء بيبقى فيه شويه ثقه زايده امبارح. امام عاشور يمكن الحاجه الكويسه اللي عملها امبارح هي الجول اللي جابه الهدف مش الهدف نفسه لكن الاصرار على الهدف من الاول ان هو التوقيفه نفسها القرار اللي واخده خد الراجل في ظهره بطن رجله وهو بيحط الكوره دي كلها عوامل تقول لك من البدايه ان الراجل عايز يروح يجيب جون. هي دي الحاجه الوحيده اللي عملها امام كويس المباراه ولكن ما كانش هو امام عاشور اللي كانوا في نفس المستوى اللي انا شفته في الثمان مباريات اللي فاتت كان سيف الجزيري واوباما صح. يعني اوباما امبارح برضه عايز فعايز دي احنا لازم ندعمه لازم نقف في ظهره. انت عارف انا نفسي في ايه يا صابر؟ ان اوباما يجيب جول. هي دي يا كابتن هترجع له حاجات كتيره جدا. الدنيا هتفتح معاه بشكل انه ولد لعيب. شفت الجول اللي اتلغى بتاع الجزيري؟ مين اللي فوت الكوره؟ اوباما ده واخد معاه اتنين يا كابتن وفوتها للجزيري. سيبك بقى انها اوفسايد مش اوفسايد دي مش قصتي بس انا بكلمك على تصرف اوباما. هو زيزو كان لعبها له الاول. ما انا فاهم هو فوتها اوباما شايف وراه بالظبط كده. اوباما راح معدي الكوره كمان. هاتوا لنا اللعبه دي يا جماعه بتاعت الجول اللي اتلغى بتاع اوباما من فضلكم لو سمحتوا. بالظبط كده هو بتاع قصدي الجزيري العفو. وجريه كتير جدا كمان كان امبارح يا كابتن والناحيه الدفاعيه كان بيقوم بيها بشكل كويس جدا امبارح. الباص بتاعه بقى مش سهل ان الباص بتاعي يطلع من 5 باص اعمل لي 4 امبارح كويسين يبقى 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 هو بيتحسن. عايز هو محتاج دعم من الجمهور محتاج دعم مننا محتاج دعم من الجهاز الفني. دليل ان اللعيبه مصممه على الدوري صحيح. ليه؟ بتجيب جون بتجيب الثاني بتجيب الثاني بتجيب الثالث بتجيب الثالث بتجيب الرابع صحيح. لا يعني انا ما اكتفيتش بالاثنين ونمت. لا هو فدي برضو رساله اللعيبه بتقولها لنا ان احنا ناويين على الدوري. خلاص يا كابتن يعني انت 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 قاب قوسين او ادنى من الاحتفاظ باللقب. احنا مش هناخد الدوري. احنا الدوري احنا ابطال الدوري على رايك الاحتفاظ بيه فعلا اللي هنحتفظ بيه مش هناخده صحيح. فاللعيبه خلاص يعني المركب مشيت زي ما بيقولوا يا كابتن. الرغبه بقت انا شايفها امبارح رغبه اللعيبه والماتشات اللي قبل كده يمكن اخر 4 5 6 ماتشات لا الرغبه كبيره جدا جدا. القتال جوه الملعب عالي جدا. انت تسيدك للمباراه من بدايتها
يمكن ليدنج كل المباريات من اول المباراه لاخرها. امبارح الاهداف اللي انت جبتها بتخش دلوقتي، انت بتبقى ضاغط على الفرقه. بامام عاشور في مباراه بيراميدز بعد دقيقتين اخذنا ضربه جزاء، الجزيري واصراره على انه هياخد الكوره عمل لنا بنالتي في اول 7 دقائق. صحيح. فانت التوفيق بتاع الجول بتاع زيزو دي ما تجيش ابدا يا كابتن. يعني الراجل الجزيري عمل ده حاجه امبارح مش ممكن، ده كوبريين بالظبط، والكره عموديه يعني تخبط في حد منهم، برافو يعني عليك. لو عدت من الجول اي الراجل خبطه هتطلع بره، لازم تطلع بره، خصوصا كمان ان زيزو بيلعبها بالرجل العكسيه اللي هي مش رجله اللي فيها كامل الدقه اللي هو بيلعب بيها. طيب هي عايزه تخش كبيره جدا جدا، وموافقه على رحيل بن شرقي بهذه الطريقه المحترمه جدا والمتحضره جدا. صحيح. من المشار مرتضى، عايز تقليه عليها وانت ما قلقتش كنجم كبير من نادي الزمالك، ولما كان بينقص 2 او لعيبه من الفريق كان بيحصل دروب، ما حصلش دروب وحصل العكس، ايه السبب؟ هتجاوب ولكن بعد الفاصل. بس هنطلع للفاصل ونرجع نسمع اجابه كابتن محمد صبري على هذا السؤال. لو هتوجه رسالة دعم للعيبة في المباريات المتبقية الخمس مباريات المهمة القادمة تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني لازم نشد حيلك يا رجالة، خلاص لازم نحتفظ بالدوري المرة الثانية، واحنا كلنا معاكم في ظهركم في اي مكان تروحوه، وان شاء الله ناخد الخمس ماتشات ناخدهم يعني خلاص ونكون في حتة ثانية باذن الله. فاضل 5 ماتشات فلازم يكسبوا منهم 3 باذن الله علشان هيكسبوا الدوري زي ما هم عودونا يعني على البطولات، فلازم ياخدوا البطولة دي كمان الدوري، وربنا يوفقهم في الماتش الجاي كلهم يا رب ويكسبوا الماتش الجاي. هو فاضل 5 ماتشات وخلاص يعني الدوري بيتحسم اهو، او يعتبر خلاص اتحسم للزمالك. يعني شد حلهم خلاص هانت، وما يبصوش ان الدوري اتحسم، لان ممكن في اخر اللحظات ممكن يحصل اي حاجه، بس فربنا معاهم يا رجاله وكده. والله هم عملوا كده يعني فوق ما نتوقع، فيا ريت يستمروا على هذا التندر على هذا الاداء، يا ريت، لانه طبعا اللعيبه انا 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 ده بيقدموا فن وهندسه في كل ماتش يختلفوا ثابتين يعني مش بالحظ. ده اتمنى من الله التوفيق ليهم، وهو لكل مجتهد نصيب، وان شاء الله الدوري للزمالك للزمالك، ولو استمروا على كده هياخدوه كل سنه. انا بحبك يا زمالك وشد حيلكم يا لعيب. كيف قرار المستشار مرتضى بانه دايما الماتشات اللي خارج القاهره كلها هيجيب اتوبيسات للجماهير مجانا؟ انا شايف دوت ان هو قرار صعب جدا. سياده المستشار كده حاسس ان الجماهير لما كنا مع الفريق في دعم، وان الكيان اي كيان اي نادي لازم يكون ليه جماهيره وراه، واحنا جماهيرنا طبعا بالملايين. رأي جميل طبعا وحاجه حلوه خالص، يعني ان هو ايه ده يريح الجماهير ويدعم اللعيبه وكلام من ده. والله حاجه كويسه جدا، وطبعا سياده المستشار يعني قضى او قوسين او ادنى نادي الزمالك بيمر بمرحله ممتعه جدا سواء محليا ان شاء الله، بنتمنى له التوفيق. وطبعا لا يعني حاجه روعه جدا، مواصفات اوروبيه، يعني سياده المستشار عامل نموذج السنه دي في نادي الزمالك لا خلاف عليه. هو قرار كويس ان هو بيوفر فرصه للجماهير ان هي تروح تشجع النادي، وبدل ما تفضل تكلف نفسها وتروح تسافر وتتعب في المشوار، فبيوفر لهم فرصة ان هم يروحوا ويشجعوا زي الاول والجمهور يرجع زي زمان. والله قرار ممتاز وحاجة كويسة ان هو بيوفر على المشجعين ان هم يروحوا بوسائل مواصلات محترمة، اذا كان في وجبات او حاجة زي كده، حاجة محترمة من اي نادي المفروض ان حاجة زي كده نشجعها ما نرفضهاش يعني. اولا بشكر سيادة المستشار على كل التطور اللي حصل في النادي، مش هنتكلم على الجمهور بس، الراجل دوت من اول يوم دخل باب النادي، النادي اختلف تماما 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 تماما. انه يجيب 66 باص عشان ينقل اللعيبه للجونه ووجبات، يعني ده كده حب للنادي بعيد، يعني حب الانتماء للنادي بعيد عن اي حاجه اللي هو رئيس النادي حاجه، ده حب للنادي. انا بشكر سياده المستشار، بقول له كتر الف خيرك على اللي انت عامله معانا،
طول ما احنا معاك ان شاء الله وحضرتك معانا ان شاء الله الزمالك هيفضل في القمه. واحنا مبروك الكاس ومبروك الدوري السنه اللي فاتت، وان شاء الله نكررها السنه دي كاس ودوري. ويعني لو قعدت اتكلم عليك يا سياده المستشار لحد السنه الجايه مش هخلص كلام فيك. والله هو انا شايفه قرار كويس، لانه بيشجع على ان الجمهور يحضر الماتشات، وبحضور جمهور الماتشات بيخلي المستوى الكره بيرتفع واللعيبه بتادي اداء كويس، وطبعا راحه الجماهير طبعا. وانا لما مبسوط بروح اقضي يوم ظريف وبرجع، وزي بقى لما اكسب بقى المكسب بقى طبعا، ودي حاجه تفرح يعني. لازم نعلق على المشهد ده كابتن سبق قبل ما نجاوب على السؤال. مشهد الجمهور وحلاوته وجماله وفرحتهم بفرقتهم وهم رايحين يشجعوها بجول. امبارح يا كابتن من بعض الصاله، يمكن في من الجماهير الكتير اللي راحت، كان في اعضاء جمعيه عموميه، فالحقيقه كانوا بيصوروا كل الكلام ده. كنت سعيد سعاده غير طبيعيه. صحيح. ومبسوط، لان ما حصلتش اولا قبل كده. المسافه كبيره جدا جدا يا كابتن طارق، يعني الموضوع كبير بالنسبه لان تاخد قرار تروح تتفرج على المباراه وتشجع في الجونه. ست ساعات رايح وست ساعات جاي، وبعدين ساعتين ونص جوه الاستاد، وتشجيع بقى وتشجع ومجهود غير طبيعي. الحقيقه يعني الناس روحت من النهارده الصبح الساعه 7. انا عشان كده قلت للناس دي يا صبري دول صحاب النادي. طبعا طبعا. ليه؟ انا باخد اجر وانا بلعب. بالظبط. وانت خدت اجر وانت بتلعب. دول بياخدوا ايه؟ دول ما بياخدوش حاجه، ده بيدفعوا هم والاداره. يعني هم والاداره ما بياخدوش حاجه. بالظبط، برافو عليك. ما فيش حد فيهم بياخد ماديا او بيستفيد ماديا من نادي الزمالك زينا ما كنا لعيبه، واللعيبه اللي موجوده دلوقتي واللعيبه اللي موجوده قبل كده كله استفاد من نادي الزمالك، سواء ماديا او الاكبر من ماديا ادبيا. الادبيا ان احنا بنفضل لحد ما ربنا يفتكرنا بيتقال عليك كابتن وبيتقال عليك لاعب في نادي الزمالك. صحيح. فدي نعمه كبيره جدا من عند ربنا طبعا. والاستفاده الماديه اللي حضرتك بتقول عليها دي خلال لعبنا احنا بنستفيد ماديا. الوحيد اللي ما بيستفيدش في المنظومه دي هو الجمهور والاداره. بالظبط. نعمه الزمالك دي نعمه كبيره جدا والله يا كابتن. احنا حاسين بيها، في غيرنا مش حاسس بيها. اللي ما بيحسش بيها هو حر يا كابتن، ولكن في النهايه انت يعني بتشكر ربنا سبحانه وتعالى فعلا بجد والله ان انت كنت فرد من هذا الكيان اللي الناس كلها بتفتخر وبتتباهى بيه. انت كنت فرد من هذا الكيان وما زلت بتمثل هذا الكيان، ما بتمثلش نفسك ولا اهلك ولا ابوك. بالظبط. اللي بيتقال عليك طارق يحيى من نادي الزمالك، مع طبعا حفظ الالقاب طبعا، محمد صبري من نادي الزمالك، فالجمله دي هتفضل معاك لحد ما تخلص حياتك. فده فخر ما بعد طبعًا فخر والله طبعًا العظيم يا كابتن، ولا فيها رياء ولا نفاق ولا اي حاجه خالص. رياء نفاق احنا شايفينها يا كابتن. والله يا كابتن دي حقيقه بتمثلك وبتمثلني وبتمثل كل اللي مروا على نادي الزمالك، سواء من اللعيبه او من الجمهور كمان. صح. ما خفتش بقى، ما قلقتش ان طارق حامد مش موجود، ابو جبل مش موجود، وبن شرقي هيمشي، وموافقه الاداره على ما شان بن شرقي بهذه الطريقه المتحضره اللي فيها نوع من انواع التقدير لهذا النجم؟ اول مره نشوف الكلام ده، لان هو قدر النادي. اول مره نشوف الكلام ده كابتن. الكلام ده بيحصل في اوروبا بس، يعني تبقى عارف مين هيمشي فين وازاي وامتى قبل ما بيحصلش غير في اوروبا. صحيح. تبقى عارف مانشستر سيتي مين هيمشي، اليونايتد ما عندهمش مشاكل. انت مش هتبقى معانا السنه دي، اخر اربع خمس مباريات في الدوري بتلاقيه بيأدي باحسن اداء عنده، احسن شكل ممكن يظهر بيه. فالثقافه دي ما دخلتش علينا غير في صفقه بن شرقي. صحيح. ان بن شرقي هتجدد، وحاولنا مع بن شرقي كإدارة حاولنا كتير جدا مع بن شرقي، هتجدد؟ لا مش هجدد، انا عندي شكرا تعظيم سلام. يعني عارف انت ما مش من نوعيه ايه ان انا لا ونقعد مره واثنين وثلاثه، لا براحته خالص خالص. براحته. كان في حاجه يعني سبحان لان الله. هو كان ليه سوابق كمان ان ادى في نادي الزمالك الفتره اللي كان متعاقد فيها في نادي الزمالك بكل يعني كل ذره عرق زي ما بيقولوا كانت بيقدمها بن شرقي، ما كانش له مشاكل جوه الفرقه. فالحقيقه طلوعه من نادي الزمالك خرج من الباب الكبير زي ما بيقولوا، وكمان خد تقدير واحترام وحب وعشق نادي الزمالك زيه زي افارقه كتيره جدا. يعني كوارشي دلوقتي الله يرحمه، حضرتك بتحكي عنه لما كان بيلعب معاكم. ايمانويل انا بحكي عنه لما كان بيبقى في ذاكره الجماهير، وده صعب جدا بيحصل من المحترفين. صحيح. فبن شرقي كان اخر واحد جمهور نادي الزمالك، ومع ذلك ما كانش فيه نوع من انواع التمسك الشديد قوي ان بن شرقي يبقى، لا يتفضل. اصل انت عملت من باب الكبير حاجه محترمه انت جدا كاداره، عملت الاقصى يا كابتن.
يعني انت برضو عندك زي ما بيقولوا اوضه لبس، فما تقدرش انت ما قلقتش كنجم من نجوم نادي الزمالك السابقين واصبحنا من الجماهير دلوقتي؟ بصراحه لا، يعني بصراحه ما قلقتش، بالعكس انا كنت منتظر الـ 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 القرارات الـ 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 التربويه، مع كامل الاحترام لطارق وابو جبل، وهم دي وجهه نظرهم وهم خدوا الـ 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 القرار ان هو شايف مصلحته فين، لكن برضو نادي الزمالك واداره نادي الزمالك شافت مصلحه النادي فين وخدت القرار ده. صحيح. فما قلقتش الحقيقه منه، بس كنت قلقان من حاجه واحده بس. إيه بقى؟ ان النتائج ما تخدمش الراجل. في الفتره دي النتائج ما تخدمش الراجل، لو ما خدمتش الراجل هتبقى مشكله بالنسبه للجهاز الفني وللاداره. يعني كان هيبقى في ضغط من الجمهور، انتوا ازاي بتفرطوا وازاي بتسيبوا وازاي، يعني كان هيبقى في ضغط شويه. بس كان في اصرار من الاداره حتى لو النتائج مش كويسه. ما هو ده بقى اللي حضرتك بتقول عليه. ان الاداره يعني حتى لو قدر النتائج مش كويسه، هو كان عنده نوع من انواع ايه التوقع، ما ايه المشكله، ما ايه بس يبقى في ارساء مبدا العداله في الفريق، فدي نقطه مهمه جدا. زي ما حضرتك قلت في الاول ان الاداره ما خضعتش لاهواء جماهير او اهواء شخصيه، هو خد القرار وتحمل عقباته. صحيح. يعني خد القرار وانا متحمل، الفرقه هيحصل نتائج مش كويسه انا متحمل برضو القرار، هيتضغط عليا من الجمهور انا متحمل برضو القرار. ولكن حضرتك بتتكلم على النقطه اللي كلنا في الاستديوهات من اول فيريرا ما جه اتكلمنا فيها، وهي العدل. العدل اللي طبقه فيريرا بمساعده كبيره جدا من الاداره. صحيح. هو ده اللي وصلنا لحاله التوفيق اللي احنا فيها، سواء من الاهداف او من اداء الفرقه. اسامه نبيه معجب بارائك الفنيه قوي على فكره. اسامه احنا ما اتكلمناش عنه يا كابتن طارق. يعني بالعكس، يعني انا حييناه كتير جدا، لان اسامه وعبد المقصود وايمن طاهر، ايمن طاهر كمان طبعا، ايمن طاهر طبعا، عواد ده جاي من سنه وشويه يا كابتن ما بيلعبش، ده جاي من متخيل مستوى حارس مرمى يبقى هذا بهذا التميز امبارح والتفاهم ما بين اسامه وعبد المقصود والجهاز الفني مع الجهاز الفني الاجنبي، عاملين حاله حلوه الحقيقه. ما وليهم ليهم دور كبير. طبعا الكابتن ايمن اول حاجه. الكابتن ايمن طبعا عواد ظهوره بالمستوى البدني الاول والفني بعد كده، لان يعني البدن انا بقيسه يا كابتن من حاجات هو اشتغل عواد عليها في انه يخلصنا من جون كان ممكن يدخل فينا جول 6 يارده، ده كله تمرين. يعني سبع ضربات جزاء، سبع ضربات جزاء بيصدهم، فده صد الستة منهم، ده برضه تمرين. ما هياش امكانيات فرديه بس من الحارس. صحيح. ولكن هي امكانيات مدرب مع الحارس. صحيح. فشفنا الكلام ده، عواد امبارح كان حزين جدا في الجول اللي دخل فيه، لان احنا كنا نخش في الماتش الخامس والرابع تقريبا واحنا كلين شيت. بالظبط. فدي كانت من الحاجات اللي انا شفتها امبارح في عواد، فقلت لا احنا يعني صحيح. يعني بنسبه كبيره احنا هناخد الدوري. اسامه نبيه وعبد المقصود الحقيقه بيقوموا بدور كبير جدا، لكن عشان فيريرا واللي بيقدمه فيريرا فهو واخد بيقول دايما المدير الفني هو بيبقى في الصوره يعني، لكن المساعدين لهم دور كبير، لهم دور ودور كبير بالزبط. جدا سواء اسامه او عبد المقصود من الجهاز المصري او الراجل اجواش او رؤي اجواش المساعد بتاع فيريرا، وكمان المعد البدني عليه. اللي هو قاعد فوق ده، لان انت اخر اربع فيريرا الماتش اللي جاي موقوف هيدير المباراه من المدرجات. هو ما عندوش مشاكل اصلا خلاص. ما انا بقول لك يعني هيبقى فيه لاسلكي بقى وبتاع، هنشوف. هو خلاص يا كابتن زي ما بتقول ايه، في انسجام في كل المنظومه، فبالتالي من ضمن المنظومه دي الجهاز الفني، مين يدير مين يبقى قاعد، خلاص العجله مشيت زي ما بيقولوا، ما فيش مشاكل مين اللي هيبقى موجود على الخط سواء ايقاف عاشور امام عاشور الماتش اللي جاي مع حسام عبد المجيد اخيرا بقى، شايفه فنيا ازاي ومين ممكن يلعب في في الاماكن دي بالنسبه للفرقه او السكواد الموجود؟ طبعا غياب امام يمكن انا كنت عايز كمان يعني 2-3 ممكن يقعدوا شويه، لان كنت عايز اقول لحضرتك ان الثلاث ماتشات اللي فاتوا او الثلاث اسابيع اللي فاتوا في الدوري لقينا كم كبير جدا من الفرق اللعيبه بتاعتها بتعاني سواء شد عضلي او سواء اصابات كلها عضليه ملهاش علاقه بالاصابات بتاعت الانكل والركبه. فاذا انت عندك مشكله وهي تلاحم الموسم اللي كان اتكلم عليه المستشار مرتضى قبل ما واحنا كنا اول الدوري وانا قلت جالنا في الانتر واحنا كنا اول الدوري، حتى اتحاد الكره النهارده هو بيقول لك طب نلعب الدوري السنه الجايه من دور واحد، طب ما كنا لغينا ده وكنا بدانا 1-9 لغينا كورونا على الاقل كورونا. بالظبط كنا لغينا وكنا كانش له لازمه خالص، اشتغلنا من 1-9 وننهي زي الناس ما بتنهي في اوروبا على الاقل، ما يحصلناش مشاكل في القيد زي ما بيحصل دلوقتي، لان كله مخلص، ده الدوري الانجليزي بدا النهارده. بالظبط. يعني
في مشاكل والأسباني. كان هيحلها المستشار مرتضى، وكان صعب جدا ان انت تقنع الزمالك ان هو اول الدوري وتقول له نلغي الدوري، لكن عندك رئيس نادي بيقول لك الغي الدوري هو اول الدوري بالظبط، انت ما استجبتش خلاص، يبقى عالج بقى المشاكل اللي كانت بتحصل او بتحصل دلوقتي في الاصابات اللي انا قلت لحضرتك. في ناس بتصرخ دلوقتي تقول لك اللعيبه مجهده، اللعيبه تعبانه، كل الانديه تعبانين. طب ما احنا قلنا من سنتين الغوا دوري الكورونا وابدا شهر 8 وادي اللعيبه راحه وتخلص في 5 زي العالم كله. وده اللي يقول لك يا كابتن ان التحيه كبيره جدا للراجل المعد البدني اللي موجود مع فيريرا، لان الحقيقه ما شفتش الكلام ده في فريق في الدوري المصري في اخر 3 اسابيع. الله اكبر، يعني غير في نادي الزمالك من اول دقيقه لغايه 90 دقيقه بتلاقي اللعيبه على احسن ما يكون فنيا وبدنيا. الحمد لله. الكونت دي مونت دي صبري، نورتني وشرفتني وسعيد بوجودك معايا يا وصلت. انا اللي كنت سعيد جدا حبيب. جدا يا كابتن معاك، وان شاء الله ده يتكرر دايما. كلم بقى اسامه نبيه بعد التليفون بقى بعد الحلقه. شكرا يا كابتن صبري. انا بشكرك كابتن. شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل ونستقبل نجوم الصحافه الاستاذ علي بركه والاستاذ صبحي عبد السلام. يقترب احمد سيد زيزو نجم فريق الكره بنادي الزمالك من الحصول على لقب هداف الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022، ويعتلي احمد سيد زيزو قائمه هداف الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري برصيد 16 هدفا قبل 5 جولات من اصدار الستار على المسابقه، وبفارق 3 اهداف عن جون ايبوكا نجم فريق نادي انبي، و4 اهداف عن كل من مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومروان حمدي مهاجم سموحة المعار من الزمالك. وكان أحمد سيد زيزو قد سجل هدفين في مباراة الزمالك بالأمس أمام الجونة ليرفع غلته من الأهداف للرقم 16، وبات زيزو قريبا للغاية من الحصول على لقب هداف الدوري في الموسم الجاري وتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ 11 موسما. فيها كورة انقذها من على الخط، رجعت لزيزو. وكان النجم محمود شيكابالا قد نجح في تحقيق لقب هداف الدوري وذلك في موسم 2010-2011 بعدما نجح في تسجيل 13 هدفا. تبتيع بالكرة أمامية هناك وتصليحها لشيكابالا وداخل شيكابالا وهدف. لسه بقول لحضرتك. ويعتبر النجم اليمني علي محسن هو أول لاعب في تاريخ الزمالك يحقق لقب هداف الدوري المصري الممتاز بعدما نجح في زيارة شباك منافس القلعة البيضاء 15 مرة، وشهدت قائمة نجوم الزمالك الذين حققوا لقب هداف الدوري كل من المعلم حسن شحاتة والنجم علي خليل والقناص جمال عبد الحميد، بالإضافة إلى النجوم حسام حسن وعبد الحميد بسيوني والعندليب عبد الحليم علي. زيزو يقترب من اقتحام قائمة العظماء لهداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري بأهدافه المؤثرة ومستوياته الفنية التي أبهرت الجميع. رأيك كيف قرار المستشار مرتضى منصور بأن عضو النادي هيكون عضو في فرع اكتوبر الجديد؟ والله هو حاجة يعني عظيمة اللي هو عمله ده، يعني احنا شوف الطفرة العظيمة اللي هو حول نادي الزمالك هنا لصرح عظيم، وكمان عمل لنا نادي اكتوبر ده عضوية مجانية، يعني الأعضاء النادي الفرع الرئيسي عضوية مجانية هناك، فهو عمل إنجاز مسبوق يعني مش هيحصل ومش هيتكرر، يعني دي حاجة يعني مش هتتكرر تاني. والله هو قرار جميل جدا، ويا ريته ان يمشي على كده ويتحقق، وان شاء الله طبعا هيتحقق واخد بس سعادتك، ونتمنى ان الموضوع ده يخلص بسرعه، عشان طبعا انت عارف النهارده النوادي بقت زحمه جدا، وعايزه يعني في ناس بتيجي كمان من 6 اكتوبر بتيجي على هنا. طبعا هو فرع اكتوبر ده احنا مستنيين بقالنا كتير قوي،
يعني بقى لنا فتره طويله مستنيين فرع اكتوبر يتم علشان يفرج عننا والناس اللي قريبه هناك ويعني كده. فدي خطوه جيده جدا ان فرع اكتوبر نبتدي نشتغل فيه ويخلص، يا ريت يخلص على طول يعني. ده كنا كلنا كنا منتظرين هذا الخبر بصراحه، كنا كلنا متضايقين ان الموضوع ده اتاخر كتير قوي. طبعا توقيع العقد وبدء الانشاءات طفره يعني تعتبر اعجاز. النقطه دايما بيدور على راحه العرض صراحه، ده اعجاز. انا اقول لك ده اعجاز يعني، كفايه زي المبنى ده، ده اعجاز تاسيسه اعجاز. انا رايي الراجل ده عامل شغل بصراحه ما شفتش قبل كده يعني، كذا رئيس نادي جه الواحد ما حسش بيهم، جه وراح ما حدش بيهم. حضرتك كنت دلوقتي المستشار المتواضع خد قرار ان حضرتك تبقى عضو في اكتوبر لما يفتح، دي بتسهل عليك حاجات كتير اكيد، ويبقى حاجه من الانجازات اكيد، بتوفر لي فلوس وبتوفر لي حاجات كتير طبعا يعني. لو اشتركت انا هيبقى في فلوس كتيره طبعا انا والاولاد والكلام ده. طبعا ده قرار جميل جدا وفرحنا كلنا لما عرفنا القرار دوت، ان احنا ان شاء الله نبقى بنشارك هنا او موجودين في نادي الزمالك الفرع الرئيسي، ويبقى لينا برضو ان احنا ندخل برضو فرع اكتوبر والفرع النادي النهري زي ما هو سيادته امبارح وضح، وده شيء طبعا اسعد كل الاعضاء وشيء جميل جدا، وان شاء الله نادي دايما في تقدم مع سياده المستشار. قرار جميل ومية مية بالنسبه للمستشار، وهو المستشار بيحب الاعضاء وعايز نادي الزمالك ده لفوق. فشكرا للمستشار مرتضى وربنا يقويه ويشفي له احمد. انا بحب المستشار جدا وعايز الفرع بتاع اكتوبر يتبني بسرعه عشان اروحه، وانا بلعب هاند بول في الزمالك هنا. النادي المستشار عامل لك حاجات حلوه في النادي؟ كتير جدا، ملاعب وكوره وخماسي، حاجات كتير جدا، وبلاي ستيشن وبينج بونج وطاوله، كل الحاجات دي انا بحبها قوي وبروح العبها كل يوم. المستشار ايه بقى؟ بحبك. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين مع فقره الصحافه، معي اثنين من كبار نقاد الرياضيين في مصر. برحب بأستاذ علي بركه. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. كروان استاذ عبد السلام، حبيبك منورنا وشرفنا. الله يكرمك يا كابتن طارق، سعيد اني معاكم مع الاستاذ علي بركه. الله يخليك حبيبي، الشرف ليا. الله يكرمك. عايز اخدكم كده في اجواء الجماهيريه اللي حصلت في مباراه الجونه، والاتوبيسات اللي طلعت، والتنظيم الرائع من قبل اداره النادي، والجمهور اللي راح، وكراتين المايه اتوزعت على الجمهور هناك في الملعب بقرار من امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كره القدم. الاجواء دي يا استاذ صبحي شفتها ازاي؟ وشفت الاتوبيسات ومنظرها وجمالها وهي طالعه كده، وجمهور الزمالك مبسوط وفرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لك الاول ان المشهد الجماهيري ده جزء من نجاح فريق كرة القدم في نادي الزمالك حتى الآن. وأنا قلت قبل كده لو الصورة الجماهيرية مش بالروعة دي الزمالك ما كانش هيكمل بالشكل ده. لكن قبل ما نتكلم فيهم خليني أقول لك شكرا مرتضى منصور لسبب. أنا كنت عارف إن كان في مواقف بينه وبعض أقطاب جماهير نادي الزمالك اللي في المدرجات. النهارده مرتضى منصور بيضرب المثل مش عايز أقول بيستقطب، بيزيل الفوارق اللي بينه والمشاكل اللي بينه وبين بعض الجماهير، وبيكون هو الدعم الأول ليهم. يعني هو الوقت الدعم الاول لجماهير نادي الزمالك بغض النظر عن المسميات بقى التص، احنا ما عندناش حتى جماعات التص مفككه يعني. صحيح. لكن الناس اللي بتحضر في المدرجات كلها دلوقتي عرفت ان مرتضى منصور عمره ما كان طرف من الاطراف اللي بتبعد بين الجماهير النادي وبين ادارته. طبعا. هو الوقت داعم قوي جدا ليهم، لذلك في حاله من الفرح. انت مش رايح تتفرج على مباراه كره قدم بس، انت رايح تحتفل، رايح تحتفي بالمشهد الزملكاوي الان. النهارده اللي بيلبس التيشيرت او البنت اللي بتلبس التيشيرت رايح عشان تظهر في الصوره، الصوره حلوه فعايزه تظهر، او الولد اللي رايح في الباص عايز يظهر في الصوره. فاكر انت اغنيه عبد الحليم حافظ الصوره صوره كله عايز يظهر جوه المشهد الحلو ده. وبعدين مش بس ان الزمالك متصدر، انا من وجهه نظري الدوري يعني تقريبا انتهى، يعني تقريبا الزمالك بطل الدوري. لكن انا مش عايز نقول كده لانه هرجع ورا شويه الايام المدرب السابق السويسري كريستيان جروس. لما كان عندنا ثلاث مباريات يا كابتن طارق، الدوري اللي خده الاهلي قبل. أيوة. اللي فات. أيوة. في اخر ثلاث مباريات والزمالك كان متقدم جدا وكان قريب قوي وكان منظم قوي، فجاه حصل تهاون فك فكيت في ثلاث مباريات 2-2 طبعا، وخسرت الدوري في اخر ثلاث اربع ماتشات. يعني كره القدم حسابيا ما فيهاش مستحيل، لكن طبعا بص ظاهريا الزمالك فريق ثابت،
ظاهريا الزمالك بيقدم افضل كره قدم، ظاهريا عندي مدرب واقف زي الوحش على الخط ما بيقعدش، عندي مجلس اداره بيدفع المكافآت بتاع اللعيبه ارقام غير مسبوقه وبتدفع فور المباريات، شكلا عندي جماهير بتعمل تابلو زي ما قال محمد صبري، عجبني التشبيه، تابلو في المدرجات ايا كانت المدرجات، حتى مدرجات استاد الاهلي اللي كانت فيه مباراه فيوتشر كان في تابلو رائع موجود ورا الفريق ولعب دور ان الزمالك يكسب بفارق الهدف. صحيح. فانت بتتكلم، انا بقول انه شكل من اشكال الاحتفاليه بالزمالك والمستوى اللي وصله والاستقرار الفني والاداري والمالي اللي ساعد الزمالك انه يبقى يكون موجود في المنطقه دي. على الرغم ان احنا في فتره من الفترات كنا بنعتذر لجماهير الزمالك ونقول لهم سامحونا الموسم ده احنا اوف بره. ده من اربع خمس شهور، من شهرين يا كابتن طارق، من شهرين ثلاثه، ثلاث اربع شهور كنا بنطلع نقول للجماهير والنابي، واحنا كنا بنطلع نبص نقطع على عدد كبير من اللاعبين وبنقول الناس دي لا تصلح بارتفاع فريق الزمالك. ده هياخدنا برضو اللي انت قلته من شويه انه لعيبه الزمالك اثبتت ان في عدد كبير منها يستحق انه يكون موجود واحنا اللي كنا مخطئين، وانا بعترف ان احنا كنا في منتهى القسوه على بعض اللاعبين، لكن كان معانا حق في بعض اللاعبين الاخرين اللي باعوا نادي الزمالك وهربوا بمباريات مهمه زي ماتش القمه، الطبيعي ان هم يكونوا مش موجودين. لذلك بشكر تاني مرتضى منصور انه لما قال فلان وفلان بره ونفذ كلامه طول الوقت، لما حس ان في خيانه بتحصل وحس ان في لعيبه رايحه تمضي الانديه وتاخد فلوس تحطها في جيبها ويجي يعمل نفسه انه معاك، لا ده لا يجب انه يكون موجود جوه نادي الزمالك. لكن لعيب اجتهد مثلا زي رؤى اللي قعدنا نقطع فيه ونقول لا يصلح، الراجل تحمل مسؤوليه في غياب طارق حامد وكان ابو الرجوله، لا مش رد الجميل ان انا اقول له شكرا، انا واحد من الناس اللي كنت برشحهم للراحل، لا طبعا. عبد الغني اللي بيعتبر اكتشاف من المدرب في منطقه وسط الملعب، خلي بالك كان برضو واحد طبعاً من اللاعبين اللي بيشار انهم هيرحلوا عن نادي الزمالك. صح. النهارده عبد الغني لو جالي فيه 50 مليون لا يمكن اسيبه. قيس على ده عدد كبير من اللاعبين، الصوره اتغيرت، الصوره اكتملت. بس برضو زي ما بنشكر في اداره النادي وجماهيره، الجد فيريرا الله يبارك له يعني هذا الرجل يعني بيعمل حاله غير مسبوقه بين جماهير ولاعبي نادي الزمالك، خلى الروح المعنويه في السماء واحلامنا اصبح بلا سقف، احلامنا في الفوز بالدوري او باقي البطولات بلا سقف. طيب استاذ علي، مشهد برضو الجمهور لازم اركز عليه، لان جمهور زمالك الصبحي ده شيء مهم جدا في كره القدم، زي الملح كده في الاكل، تحس ان المباراه ملهاش طعم من غير ايه؟ جماهير. مشهد اللي شفناه 70 اتوبيس، تنظيم اكثر من رائع، الجمهور بيجي بمنتهى السلاسه بيركب الباص وبيسافر على الجونه عشان يشجع فرقته، في وجبات بتتوزع على الجماهير الغفيره جدا اللي راحت اثناء المباراه، الجهاز الفني وامير مرتضى حس ان الجمهور برضو محتاج ناس كانت قلعه التيشيرتات بتاعتها يا استاذ صبحي يا استاذ علي من بدري من الحر، فحس ان الناس عطشانه فبعت كراتين ميه للجمهور. كل هذه الامور شايفها ازاي من خلال وجهه نظرك انت الصحفيه يا استاذ علي؟ هو شوف، انا بعتبر انه نجوم المباراه من وجهه نظري انا نمره واحد الجمهور، نمره اتنين اداره النادي. يعني من امتى اداره النادي كانت بتوفر هذه الامنيه الحلم؟ خلي بال حضرتك، الجمهور اللي حضرتك شفته دول عدد منهم مش كبير من القاهره، لكن في ناس جايه من اسكندريه كتير، جايه من اسكندريه، جايه من المنصوره، جايه من المنيا، جايه من كل محافظات الصعيد. بتهيألي يعني لو ما كانش نادي الزمالك عمل كده اعتقد دول ما كانوش يحلموا ان هم ممكن يكونوا موجودين في هذه الظروف. عجبني ايضا بقول لحضرتك موضوع مجلس الاداره، تحس ان هو حاسس بالجمهور، حاسس بالناس، بيحقق لهم اللي نفسهم فيه. اجمل حاجه في الموضوع انه لما بيقول له انا كرئيس نادي، لما بيقول ان انا احلام الجمهور اوامر، انا بعتبر انه هو بيحققها قولا وفعلا مش قولا بس. لما تنظر حضرتك لموضوع الجمهور هتلاقيه وراه سيمفونيه، مفيش ولا حاله خروج عن النص ولو قد كده. عايز برضو انتهي يعني ابدا من حيث انتهى الاستاذ صبحي وبيتكلم على اللعيبه. انا شايف ان نادي الزمالك هيبقى عنده مشكله كبيره الفترة اللي جاية، احنا كنا عندنا مشكلة من قلة عدد اللاعبين،
دلوقتي هيبقى عندنا مشكله في زياده عدد اللاعبين. انت عندك مجموعه لعيبه زي ما قال الاستاذ صبحي ما تقدرش تستغنى عنهم، ما تقدرش تقول لهم شكرا، ما تقدرش. ليه؟ لان هم دول وقفوا معاك وقت المحنه وكانوا على اعلى مستوى من المسؤوليه، رغم ان بعضهم ما كانش بيلعب. وانت طبعا مدرب يا كابتن وعارف اللعيب لما يقعد فتره بعيده عن الملاعب زي رؤى، رؤى ده بالنسبه لي انا بعتبره يعني بطل. وفي بعد كده اللعيبه هترجع من الاعارات، وفي طبعا حضرتك مسؤول عن قطاع الناشئين، عندك خمسه طلعوا، وانا بعتقد ان الموسم اللي جاي زي اليومين دول هنبقى قاعدين بنتكلم عن مثلا خمس ست لاعبين تانيين ان شاء الله هيبقوا موجودين. يعني اللي انا عرفته ان المدرب الجديد فيتوريا بعت قال لهم شوفوا لي عايز تقرير عن ماجد هاني، ماجد هاني ده لعيب بيلعب في منتخب الشباب عندنا في نادي الزمالك 2003 بالظبط يعني، وعندنا لعيبه ثانيه يعني بتستعد للانطلاق زي هيطلعوا زي الشهب في سماء الكره المصريه في زمن قياسي. حضرتك سمعت انا في لعيب انا الحقيقه كنت اتمنى انه كان يبقى موجود، ولد صغير اتباع في السنه اللي فاتت اسمه عمر خضر، ده سمعت انه مواليد 2006 اتباع ب 5 مليون جنيه النادي زد. فيعني عايز اقول ان نادي الزمالك فيه كميه اللعيبه اللي هي هتطلع بعد كده هتبقى مش هتقدر عليها. وبقى فيه نجوم كمان، يعني النهارده لما بيغيب سيف جعفر اللي هو الناشئ اللي انت حاسس انه سايب فراغ. فيعني تخيل بقى كل دول مع عودة المعارين مع اللعيبة الجداد اللي هيتم شرائهم إن شاء الله بإذن الله. والحقيقة في إصرار وتصميم من إدارة النادي والمشرف العام على الكورة إن إحنا نستقطب مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة المميزة، مش شرط العدد، ممكن العدد يبقى قليل لأنك أنت النهاردة دفعت مجموعة ناشئين نجحوا نجاح باهر، وممكن من الممكن يعوضوا غياب بعض اللعيبه. لكن الزمالك برضو داخل على بطولات مهمه جدا الموسم القادم، وبالتالي اكيد في صفقات ان شاء الله يعني قويه ان شاء الله تضاف الى قائمه نادي الزمالك مره اخرى. استاذ صبحي، ماتش الجونه ماتش الحقيقه كانت الناس متخوفه منه جدا دائما ابدا، يعني الجونه برضو بتعمل ماتشات قويه مع الزمالك يعني، ولكن الزمالك كان حاضر وأدى أداء راقي جدا، ومش ما كسبناش واحد واثنين وثلاثة. أنا مش هقف على النتيجة، لكن أنا هقف على إصرار اللعيبة إنهم يزودوا النتيجة، دي ما كانتش موجودة من فترة يا أستاذ صبحي. ما هو ده ناتج الحالة اللي إحنا اتكلمنا عنها من شوية. يعني برضه عشان نقفل ملف الجماهير، عايز أنت بتشيد والأستاذ علي بموقف أمير مرتضى في التعامل مع اللاعبين بإمدادهم سواء بالأطعمة أو بالمية أو بتاع للجماهير. خلي بالك هو بيتعامل معاهم كده إنهم جزء من فريق كرة القدم الآن. يعني جماهير الزمالك دلوقتي اللاعب رقم واحد، فبالتالي لا يقل اهميتهم عن الملعب. طول ما هم بيشجعوا اللعيبه في الملعب في حماس بيتواجد، في منافسه بتشتعل، فالطبيعي معلش انا اقطع حضرتك، بس هي قصه مش في كراتين الميه. اقول لك يا عم انت بتتكلم في اي حاجه، في اي حاجه، في اي دعم، في ايه؟ الموقف الانساني احساسي انا كامير بالجمهور ده نقطة، دي نقطة مهمة جدا. مش قصة ان انا بوزع مية وخلاص وايه انتوا بتتكلموا في ايه يا عم مية ايه، فاهم قصدي؟ لكن احساسي انا كمسؤول يا استاذ صبحي استاذ علي بالجمهور وقعد في المدرج ان انا ابعت له مية عشان بص يا كابتن طارق انا هبعد معاك بره شوية. يعني انا سافرت بالجمهور. انا سافرت مع فريق مصري في احدى البطولات في سفرية ما في بطولة افريقيا مش الزمالك، بلد كانت حر جدا، انا صبحي عبد السلام الصحفي اللي مرافق لبعثة هذا النادي الكبير في إحدى مبارياته الأفريقية. فكان مدير الكرة رحمة الله عليه في هذا النادي موجود، فأنا بقول للإداري أنا عطشان جدا هموت. قال لي هروح أستأذن من مدير الكرة، طبعا مش هذكر أسماء. راح جه قال لي مدير الكرة بقول لك المية اللي معانا بتاعت اللعيبة، وأنا مش جمهور، وأنا مرافق للبعثة، جاي معاهم على نفس الطيارة. قال لك المية بتاع اللعيبة، احترمته. طيب بعد 20 سنة لما أشوف مدير الكرة أو المشرف على الكرة في نادي الزمالك بيمد الجماهير بالميه، لا ده فارق توقيت زمني، توقيت عقلي. كون اني بريح الناس اللي في المدرجات اللي انا بعتمد عليهم وبعول عليهم ان هم جزء من فريقي، انا مريحهم من الان هنا من مصر طبعا، لا مش ده من انت هناك. مريحهم، انا مريحهم من هنا، مريحهم جدا. فكره انك انت
تجيب الباصات دي العدد الكبير ال 66 باص ويمشوا بالمشهد الرائع. انت حتى سالتني عن شكلي، انا في الحلقه اللي فاتت طلبت توثيق هذا المشهد، قلت ان يطلع كاميرا معاهم وتسجل من القاهره للجونه. يعني المشهد كان اكتر من رائع، ويمكن شفت الجندي المصري اللي رفع العلامه الكاميرات تتوثق وتبقى موجوده وتتوثق وتبقى موجوده. وتصور ان الانديه المصريه الكبيره هتقلدك الاسبوع ده او الاسبوع الجاي عندما يكون عنده منافسه، لان انت دايما بترسم خط والاخرين بيمشوا عليه. فانت بتعمل حاجه جديده جدا، منها انك بتراعي كمان جماهيرك زي ما بتراعي الفريق بتاعك. صور معانا اهي. نرجع طبعا، نرجع تاني للماتش الجونه كابتن طارق. خلي بالك انا لا خفت ولا هخاف من حد من عند الزمالك ما وصل للقمه لحد نهايه البطوله. ودايما كل مباراه بقول الزمالك هيكسب مرتاح. وطبعا انا مش بنجم ولا انا بتاع كوره، لكن انا شايف مشهد قدامي كامل، شايف حاله جوه نادي الزمالك، شايف مدير فني في حاله فوقان، ربنا يديله الصحه يا رب، برغم انه راجل كبير في السن ما بيقعدش لحظه 90 دقيقه والماتش لو فيه اكسترا تايم هيقف. فبالتالي عامل يعني عامل حاله جوه الفرقه، لاعبي الزمالك لاول مره فاهمين جدا، ها فاهمين يا كابتن طارق، وبينفذوا بحب. يعني انت بقيت عامل زي ريال مدريد، انت ضربت ريال مدريد بمثل، انا بكمل وراك وبقول لك الزمالك بقى ديناميكيه الاداء بقت عامله زي اداء ريال مدريد. لو المدرب مش موجود وقعت في بره يا استاذ علي في المدرج، اللعيبه هتقدم بنفس الشكل، لو لعيب خرج ولعيب نزل بنفس الاداء وبنفس الطريقه هتكون موجود بيها. فالزمالك وصل لحاله تخليني انا مطمن. تلعب الاهلي انا مطمن، تلعب بيراميدز انا مطمن، تلعب الجونه او غيرها انا مطمن. ضيف على ده بقى كمان ان فريق الجونه مش هو فريق الجونه برضو اللي قبل كده. يعني فريق الجونه رحل عنه عدد كبير، راحوا الاهلي والزمالك، منهم محمد شريف راح الاهلي، منهم عمر السعيد اصبح في الزمالك، منهم الباك رايت اللي موجود دلوقتي مع فيوتشر، عدد كبير من اللاعبين، احمد ياسر ريان اللي كانوا بيمثلوا برضو اهميه كبيره للفريق ده، مش موجودين الان. طيب انا الوقت قبلها باسبوع او ب 10 ايام جاي من فوز عريض على النادي الاهلي ومن فوز كبير على نادي بيراميدز، الطبيعي ان انا هروح الجونه هجيب الثلاث نقط واجي، والطبيعي ان الزمالك يكسب الماتش الجاي، مش المقصه بس، من المقصه لحد اخر مباراه علشان يقدر يتوج بطوله الدوري. فلا انا بقول لك ان الزمالك بيمر بحاله وريحه البطوله كلنا شمينها، مش انا أكيد. بس أكيد. ولا طارق السيد بس كلنا شمين ريحه الدوري السنه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، في جزء عزيز علينا جدا جدا وهي طبعا فلسطين. بالتاكيد كان في لقاء النهارده ممتع جدا مع المستشار مختار منصور وفد مركز نادي الزمالك في فلسطين. نروح نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه مع ضيوفنا استاذ صبحي واستاذ علي بركه. من نادي الوطنيه والكرامه، بالرغم من ان غزه تحت النيران، الا ابينا نحن وفد الزمالك الفلسطيني مقابله المستشار ناصر القضيه الفلسطينيه وعاشق فلسطين، فدائما نأخذ من هنا من مصر، مصر وطن العرب جميعا وقلب الأمة العربية، نأخذ الشحنات الإيجابية لكي نعود لوطننا، لكي نقاوم هذا الاحتلال الصهيوني. نشكر المستشار 12 مليون، 6 مليون في الداخل و6 مليون في الخارج على هذا حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى كرم أخلاقي بأن وافق على جميع متطلباتنا، وهذا ما يدفعنا لنجعلنا، فحرمنا من القدس والحرية، وسيادة المستشار لم يحرمنا من دخول نادي الزمالك وحاملي البطاقة مركز الزمالك من الدخول. فتحية للمستشار مرتضى منصور. شكرا المستشار. أولا بشكركم وأهلا بكم، أنتم جدوف دي بلدكم، ويا رب زي ما دعيت على شارون وقلت يا رب شارون ده يجي له مرض يقعد على كرسي الدبابة كتير قدام معرفش ينشها، انا بدعي على الجدع الثاني البلطجي الجديد ده. اثنين بلطجيه كلهم يا سياده المستشار. بقول لك هسيبهم شغل، شغلتين تتحرك. والثاني اسمه ايه بتاع رئيس الوزراء اللي راح جاي اللي عنده فساد ده اسمه ايه؟ نتنياهو. يا رب زي ما حصل واستجبت لدعوتي في شارون استجيب لدعوتي في الكلمتين ان شاء الله، يا رب. لانه يعني أنا لغاية امبارح شايف إنه ضحايا الإرهاب والغزو والبلطجة الصهيونية على غزة أكثر من 15. دلوقتي 15. دلوقتي. وفيهم أطفال. عايز أقول لبايدن يا أخي خلي عندك دم بقى. وأنت مش حاسس، عامل لي تمثال زفت كده الحرية والحرية للعالم والديمقراطية، وعندك دولة محتلة من 48
دولتهم ياخدوهم. انت مش واخد بالك ياخدوهم بجد؟ وبعدين مين بلفور ده؟ يعني ايه صفته انه بيدي صهاينه ارض لما اتقال من لا يملك لمن لا يستحق؟ مين بلفور ده ومين القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ وبعدين الدولة الوحيدة اللي في العالم ما زالت محتلة وشعبها هي فلسطين اللي بتحبك والله يا سيدي. وانا بحبهم والله، يعني انا بس عايز اقول للعالم ضمير العالم فوق بقى. انتوا مش واخدين بالكم ان في اطفال فلسطينيين بيموتوا، وحتى الشباب في فلسطين من 48 اللي 48 ده بلده احتلت من الصهاينة، النهارده عنده حوالي 74 سنة مثلا. تمام؟ يعني اجيال ورا اجيال ورا اجيال تحت وطأة هذا الاحتلال الصهيوني. وبعدين يقول لك ايه 67 نظام الدولة لما طلع مجلس الامن ولا مجلس الامن ده دولتين، هي فين الدولتين؟ وبعدين التطبيع مقابل السلام، لا هم خدوا تطبيع واحنا ما شفناش سلام بصراحه خالص. احنا شايفين شعب بيوته بتندك وصهاينه بيحتلوا عاملين كل يوم معسكرات ومحدش عايز يقول لهم عيب ولا يوقفهم. وبعدين هو سلاح الشعب الفلسطيني ايه؟ طوبه. طوبه. او حتى المنظمات اللي بتعمل سلاح بدائي دول ايه سلاح ده؟ لكن دي دبابات وطيارات ومدفعيه وصواريخ وطيارات مسيره. 16 و 35 ولسه واحد زعيم الجهاد في فلسطين اغتالوه بالظبط كده مغتالينه. وقبل كده الشيخ احمد ياسين القعيد على كرسي متحرك برضه ضربوه بصاروخه، راجل كان عاجز ومشلول. فين العالم؟ فين العالم يصحى بجد بقى ويفوق؟ وزي ما باصص لاوكرانيا وزي ما باصص مش عارف البلد اللي اسمها جاري دي اللي اثيوبيا بتضربها. تمام؟ ما تشوفوا بص شويه للشعب الفلسطيني، ولا دول مش بني ادمين ومن حقهم يعيشوا في حريه وحقهم تبقى دي بلدهم. لكن الطلبه الفلسطينيين اولا عندهم احسن لعيبه وعندهم فنانين. انا فاكر غسان مطر في كتير فنانين طبعا الله يرحمه كان صديق. في فنانين كتير فلسطينيين بس للاسف واخدين جنسيات دلوقتي سواء اماراتيه او اردنيه او سوريه او اردنيه. تمام؟ ليه الشعب المشتت ده؟ يعني ده هو الشتات اصلا للصهاينه. ودايما بنقول احنا مش ضد اليهود لان اليهوديه ديانه. صحيح. ديانه سيدنا موسى زي المسيحيه سيدنا عيسى، ده التوراه وده الانجيل زي القران الكريم اللي احنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام القران الكريم اللي احنا واحد مسلم مؤمن بيه. بس وانا مؤمن بيه، مؤمن بسيدنا موسى، مؤمن بسيدنا عيسى، ده القران الكريم هو اللي قال كده. ويمكن ما حدش كرم المسيحيين في التاريخ او في الاديان الا القران الكريم. القران الكريم في سوره ستنا مريم تكريم. صحيح. وسوره ال عمران قالتها تكريم. صحيح. تمام؟ وده بيؤكد ان القران الكريم كتاب من عند ربنا سبحانه وتعالى. فتحيه الشعب الفلسطيني واصمدوا. عمري ما انسى محمد الدره وبيضرب طوبه خد طلقه في صدره من الكلاب دول. تحيه الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الشتات في جميع أنحاء العالم. هذا شعب عظيم، شعب واقف وصامد كان أي حد نسي القضية بتاعته. لكن اوعى تفتكر نتنياهو الشباب اللي طالع سواء أولاد أو بنات، ده أنت يا نتنياهو يا معفن قتلت البنت شيرين أبو عقلة. تمام؟ وحتى إنها معاها جنسية أمريكية ومسيحية ومسيحية. تمام؟ ويمكن أيامها هاجوا شوية كده عشان معاها جنسية أمريكية. انما طب الفلسطينيين بقى الفلسطينيين بيقول ها ما ياخدوش جنسيات لا امريكيه ولا انجليزيه ولا الكلام ده كله. تحيه للشعب الفلسطيني وانا بمضي كل طلباتكم كلها موافق عليها اهي. شكرا معانا استعاده مستشار. شكرا يا بالرغم من الالام وبالرغم من الحصار الا ان الزمالك احد مصادر السعاده للشعب الفلسطيني. أسعدتنا وأسعدت الشعب الفلسطيني بالفوز ببطولتي الدوري والكاس، وإن شاء الله هذا الدوري نهديه إلى شعبنا الفلسطيني بإذن الله. شكرا كثير جدا جدا لي الشرف هذا كل شعب الشرف.
وفي مسبات التاريخ يعني نتنياهو انت الوادي الثاني اللي جاي مكان في الارض. اشهد يا تاريخ ومن هذا المكان العبقري مرتضى منصور الدكتور احمد الاصل الاسد مرتضى منصور الزمالك دايما منصور مع الاسد المنصور مرتضى منصور. صوره جماعيه بس شرفت. اذا ممكن ناخذ هذا بس عبر بقى الناس من لحظه بس ده الدكتور ماهر صافي مقيم بالقاهره وهو ممثلنا هنا. دكتور مدحت الفرا نائب الرئيس ممثلنا ماضي مصر مدينه السادات. الفنان فنان اللي هو ومدير العلاقات العامه عندنا عبد الرحمن العقاد. امين الصندوق اللي هو الاستاذ محمد الاغا. اهلا بكم. اعتقد الفرا دي عيله في كان فيها وزير خارجيه. ايوه بالظبط بركات لزلمه بركات لزلمه دكتور محمد الفرا. اهلا بكم ومرحبا بكم. لقطه بس اغنيه بسيطه موال لسياده المستشار. المستشار الجيت اليوم جيت اليوم اغني ميجنا وعتابا. الجيت اليوم اغني ميجنا وعتابا لانه سياده المستشار مرتضى قمر قال وبليلته ما غاب. هل بنحيي سيادة المستشار وبنحيي الضياء. يا رب يا رب يا رب كل الحب يا سيادتك. ونحن دائما فلسطين مع الرجال أحد رجال الوطن العربي المدافعين عن القضية الفلسطينية ليس من اليوم إنما منذ زمن بعيد. فبكم دائما نقهر العدو إن شاء الله بإذن الله. جميل طبعا الفيديو يا جماعه الحقيقه ومشاعر طيبه جدا من الاخوه الفلسطينيين. ده جزء عزيز علينا طبعا جميعا. ربنا ان شاء الله باذن الله ينصرهم دائما باذن الله. كابتن او الاستاذ علي بركه تعالي حضرتك على هذا او هذه المقابله اللي فيها نوع من انواع الترحيب الشديد جدا بالاخوه الفلسطينيين من المستوى المتربع. ويفسر لنا كلمات الاغنيه وكلمات اه تعرف الاغنيه الراجل اللي غنى الموال ده. لا لا انا بس عايز اقول حاجه الحقيقه مهمه قوي. اتفضل. يمكن انا قريب شويه من الاخوه الفلسطينيين يعني وعارف الحدوته ماشيه والمعاناه اللي هم فيها. في المجموعه اللي حضرتك شفتها دي كلها من غزه اللي هم اللي بيعانوا معاناه حقيقيه تحت الحصار. تصدق يا كابتن طارق انه الزمالك جزء من المزاج العام للشعب الفلسطيني في غزه. يعني دول اكتر ناس بيعانوا في العالم لان زي ما قال سياده المستشار انه فلسطين هي الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد المحتل في العالم. صح. لغايه اللحظه دي. صح. فغزه بالذات ليها مكانه كبيره جدا جدا عندنا وهي الأقرب إلى يعني خان يونس بينها وبين الحدود المصرية 9 كيلو اللي هي برضو في غزة. فاللي أنا عايز أقوله لحضرتك أنه استقباله ليهم في غزة تحديدا اللي هو الوفد اللي جاي من غزة ده أنا بعتبره دي بطولة. ولما بيقعد ويتكلم معاهم ويقول لهم بيرفع من معنويات الناس اللي هناك لأنه كل الأطفال تقريبا اللي موجودين في غزة بيشجعوا نادي الزمالك. وبقول لحضرتك ده جزء من قدرتهم او بيستمدوا منه القوه في الاستمرار. على فكره دي مش اول مره مشوار يستقبل المجموعه دي. كان الاسبوع اللي فات انا كنت موجود. مقابله الحقيقه كانت مثمره جدا. انا كنت موجود. هي وبعدين غزه بالذات لدى الشعب المصري ليها مكانه كبيره قوي عندنا الشعب الفلسطيني عامه. ولكن زي ما كان بيقول سميح القاسم غزه تبكينا لانها فينا. هي فعلا فينا غزه. اللي قاله المستشار مرتضى اشعرنا انه او اشعرهم ان هم مش لوحديهم. لا زي ما انتم بتحبونا وبتحبوا مصر وبتحبوا نادي الزمالك فنادي الزمالك اقل ما فيها ان هو يديكوا حتى الاسم اللي انتم جايين وبتطمعوا ان انتم تبقوا أكيد. موجودين فيه. مش 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 هترجم لي برضه الموال اللي قاله الراجل ده؟ انا الحقيقه ما فهمتوش قوي لكن في كل الاحوال لسه حتى قبل ما كنا نبتدي انا مع الاستاذ صبحي كنا قاعدين مع بعض قبل ما نطلع هنا على الهواء. كنت بقول له بقت في ظاهره غريبه جدا نادي الزمالك وحد الناس. بقول له ان قرايبنا انا اكتشفت ان ليه قرايب زملكاويه يعني حتى الثماله
هؤلاء ظهروا بشكل البطولات والحاله اللي احنا اتكلمنا عنها. هي معلش انا بس أنا عشان في جمله عايز اقولها. هي اشبه بمثلا مجموعه عازفين مهره قعدوا مع بعض في اوضه واحده. يعني هتلاقي الاداره بتعزف، الجهاز الفني بيعزف، الجمهور بيعزف. الجمهور الزمالك اثبت انه اعظم جمهور في العالم، لان هو مع الفريق ده ومع هذا النادي في كل ظروف وفي كل احواله، لم يتخلى عنه ابدا. الزمالك كبير يا جماعه الحقيقه بتاريخه وجماهيره واداراته المتعاقبه. انا يمكن كنت في المانيا الاسبوع ده وشفت قد ايه حب الناس للنادي الزمالك، وبيتفرجوا على الماتشات بالموبايلات يا استاذ صبحي. يعني انا كنت نزلنا انا لقيت الراجل معاه واحد مصري الماني معاه الموبايل وعمال يتفرج على الماتش في المطار. والله طبعا يعني على فكره حاجه الحقيقه جميله. الزمالك دوره مش رياضي بس، الزمالك مؤسسه كبيره جدا رياضيه اجتماعيه ثقافيه دينيه في بعض الاحيان اكيد طبعا. مشروع المرتضى دايما بيخرج بره الصندوق، معودنا انه يخرج بره الصندوق دايما وابدا. استقباله لأوائل الثانويه العامه ودعوته ليهم بكره عائشه وكرولوس وبرضو بعض الناجحين في الثانويه العامه، استقباله ليهم يا استاذ صبحي شايفه ازاي من الناحيه الصحفيه بالنسبه لك كصحفي كبير يعني؟ طيب خليني برضو القي الضوء على فكره وعمر السيد داوود الاستقبال النهارده بتاع الدكتور احمد الاسطل والمجموعه اللي جايه من غزه. هو جاي وكانه بمناسبه الكلام عن التفكير بره الصندوق، وكانه الزمالك ممثل في المستشار مرتضى منصور بيشاطر الغزاويه الاحزان نتيجه القصف الغاشم والعدوان الاسرائيلي الحالي الجاري حاليا من يومين ثلاثه على غزه، وما زال مستمر القصف حتى هذه الساعه. فهنا ده دلاله على ان نادي الزمالك مش بس دور رياضي يا كابتن طارق، لا ده دور سياسي، دور اجتماعي، دور رياضي، دور مجتمعي كبير جدا. وبمناسبه الحديث عن الناس اللي انت قابلتها في المانيا، انا اعرف ان في روابط لجماهير نادي الزمالك في كل دول اوروبا، والله شخصيا بيكلموني. يعني لما بيكون النهارده الزمالك بيلعب مع الجونه بيبقوا عاملين على الواتساب جروب، ايوه مسمينه الزمالك مسمينه الملكي، بيكتبوا لبعض النهارده المباراه الساعه كذا فلان جاي وفلان هيغيب. بيتجمعوا مع بعض في احد الكافيهات او في بيوت حد من عندهم. دي رابطه جده بتعمل هذا الكلام. ده انا بقول لك الكلام ده في باريس الكلام. اللي انا بقوله ده في باريس وفي المانيا وفي انجلترا وفي امريكا. يعني انا كمان حطوني معاهم في الصوره. انا والله كنت فاكرهم الاول المساله ايه، واحد ولا اتنين بيتفرجوا على بعض. قال لك لا ده الماتشات دي احنا بنتجمع بعدد كبير جدا ومتابعين قناه الزمالك وكل فرد فيها والاعلام الزملكاوي ومتابعين نشاط مجلس اداره نادي الزمالك. هو لا يفصل عنهم عن الوطن شيء، لذلك الزمالك زي ما كان في القلب وهم موجودين برضه معاهم. الزمالك مصدر سعاده وهو الشيء اللي دايما بيغير مود الناس اللي بتحبه. حب الزمالك مختلف عن حب اي جمهور لاي نادي اخر. صحيح. زي ما احنا بنقول في قيمه لجماهير نادي الزمالك، لا الزمالك بيصدر لك طاقه مختلفه. ودايما طبعا. بقول يا كابتن طارق الفرق بين الزمالك وبين اي جمهور تاني ان نادي الزمالك بيشجع فريقه عشان يكسب بطولات. في بعض الانديه التانيه جماهيرها بيشجعها عشان بيكسب بطولات، والفرق كبير جدا. يعني لو توقف عن الفوز بالبطولات بتلاقي مدرجاته خاويه. الزمالك عندما يتوقف عن الفوز بالبطولات عدد جماهيره بيزيد في المدرجات. دي فلسفه جماهير نادي الزمالك اللي بتحب النادي اللي بتسميه كيان عايشه فيه، مش مجرد فريق بتشجعه في كره القدم. النهارده تصديقا لكلامك يا استاذ صبحي بيقولوا لي دلوقتي في 13 دقيقه تذاكر مصر المقاصه خلصت. طبعا طبعا. وعلى فكره عامله انت متخيل الوقت الزمني؟ وصبري قال لي هذا الكلام، قال لي ممكن تلاقي في 10 دقائق 12 دقيقه التذاكر بتخلص بتاعه ماتشات الزمالك. تخيل بقى لو انت عامل 50 60 الف تذكره، والله بالزبط. نص ساعه ربع ساعه ثلث ساعه وهتتحجز. بالظبط بالظبط. ده يخلينا نقول شكرا لمسؤولي الدوله المصريه اللي في التوقيت ده قرروا ان هم يعيدوا مشهد الجماهير للمدرجات. بنقول لهم شكرا، جماهيرنا طلعت اكتر من رائعه. والاجيال اللي كانت بتميل للشغب والعنف اختلفت. احنا بنتكلم في 10 11 12 سنة شباب جديد اللي قاعد في المدرج ده، شباب جديد غير ملوث، شباب كويس. صح. بيحب بلده، بيحب الرياضة، بدليل انه بتلاقي جماهير نادي الزمالك في المدرج بيحميها عدد من جماهير نادي الزمالك تحت، بيمنعوا الجماهير ان هم ينزلوا، ان هم يتلفظوا، ان هم فاهمني. يعني الإدارة اللي موجودة في المدرجات لا تقل عن إدارة نادي الزمالك الموجودة في 100 عقبة. صح. يعني هم حريصين جدا ان المشهد يستمر ويكبر، وده يخلينا نقول يا رب مع بدايه السنه الجايه اعداد الجماهير يتم مضاعفتها
ما يبقاش 5-6000 بني ادم. انت عايز تقول حاجه يا انا عايز اقول ان نادي الزمالك حاليا حاله 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 من النجاح. وغير كده هو لو حضرتك تفتكر وانتوا بتلعبوا لما كنتوا تكسبوا وتعملوا اداء وحش الجمهور ما كانش بيبقى سعيد مستمتع ما بيستمتعوش. ده بيبين لك انك انت مع جمهور يعني عايز اقول ايه ذواق فنان مبدع. ما فيش انا شخصيا يعني ما شفتش الزملكاوي مش ما عندوش حته ابداع. عايز برضو أؤكد على حاجة تانية إن إحنا بدأنا نشوف الإخوة العرب كمان بيشطرونا هذا النجاح وهذه الفرحة بشكل يا كابتن طارق بقى صعب جدا. يعني أنا ليا أصدقاء في كل شمال أفريقيا بقوا بيتابعوا الزمالك كما لو كان يعني فريق من بلدهم. مش بس كده إن هو الزمالك إحنا بنتعامل معاه يا كابتن طارق على إنه فريق أو إنه نادي. الزمالك وطن. انت بتتعامل مع حاجة كأنها بالظبط حاجة يعني بترمز للوطن. الوطن اللي احنا تربينا فيه وعايشين فيه. عايز اقول لحضرتك حاجة مثلا اكتشفتها عرفتها النهاردة. مثلا في مدرب في تونس اسمه سالم مصباح. ده اهم او من اهم مدربي الناشئين والبراعم في تونس. هذا الرجل بيجمع كل ماتشات فريرا وبيحاول يحللها ويديها ويدي محاضرات عليها وبيعتبروا انه ده شكل من اشكال التقدم والتطور. فريرا مدرب معلم مش مدرب عادي. عندك حضرتك اصدقائنا اللي هم في الاتحادات الرياضيه في الدول العربيه كلهم بيكلموني عشان عايزين يجوا عشان يقابلوا المستشار ويسلموا عليه ويشوفوا نادي الزمالك. فعايز اقول ان هذا النجاح بيزود العضويات بيزود الفلوس بيزود كل حاجه. فتكون النتيجه الطبيعيه يا كابتن طارق انه النجاح لا يتجزأ. وانا بشوف يعني انه في حاله توفيق رائعه جدا جدا سواء اللعيبه الاداره او كل التوفيق عشان انت بتخطط صح وبتشتغل صح اداريا وفنيا وكل من كل النواحي. بالظبط والحمد لله. يعني احنا بس بنقول يا رب باذن الله انها تستمر. انا طبعا مطمن تماما في موضوع الدوري واملي كبير جدا. احنا عندنا لسه 2 سوبر وكاس مصر وان شاء الله باذن الله هتستمر المسيره. طب على ذكر السوبر بقى ما هو يعني انت أيوة برضه يعني والله. دي نقطه مهمه جدا لان انا في بعض الناس كتب على صفحاتهم وانا ما اعرفش بصراحه الناس دي بيجي المعلومات دي منين. اصل سين من الانديه عايز سين من الانديه هو يبقى مش الزمالك. يعني ايه خلي بالك يعني الزمالك بطل الدوري الافتتاح استاد في قطر ما بين بطل الدوري المصري وبين بطل الدوري السعودي. يعني مش فاهم هو مين بطل الدوري السنه اللي فاتت. هو بص هو انا عايز بس اقول على حاجه. لا انا بقول في مصر مين؟ الزمالك. وفي السعوديه مين؟ الهلال. والسنه دي مين؟ الزمالك. والسنه دي ان شاء الله مين؟ الزمالك واللي جاي. انا بقول لك يعني ويطلع واحد ما اعرفش بيجيب الكلام ده منين. اعرفش هو كمان تحول بطريقه غريبه بصراحه. انا يعني شخصية تحولت على صفحة ما اعرفش الصفحة بتاعته مسروقة بس عشان ولا هو بيطلع الكلام ده اشعاع ولا ايه مش فاهم. انا بيطلع حاجات انت راجل اهلاوي بس مش لدرجة ان انت يعني اهلاوي جميل. يعني يا سيدي ماشي على راسي بس انت بتتكلم كلام غلط. يعني ده غلط. بص اللي بتقوله ده غلط. هو المباراة دي مباراة السوبر المصري السعودي. ايوه ده عاملها دولة قطر في افتتاح استاد لوسيل. جميل. اللي هيستقبل تقريبا نهائي كأس العالم. نهائي كأس العالم تمام. فبالتالي كان الأفضل أو أفضل بروباجندا تتعمل لهذا الملعب هو أن يلتقي بطل الدوري المصري مع بطل الدوري السعودي. تمام. بطل الدوري السعودي تم تحديده وهو الهلال للموسم ده. للموسم الحالي. وإن شاء الله الزمالك. هو بينتظر دلوقتي بطل الدوري المصري اللي هو هيبقى الزمالك ان شاء الله. صحيح. لكن مش من الادبيات انه يعلن انه على طول الهلال مع الزمالك. لا الهلال بينتظر بطل الدوري المصري اللي هو ان شاء الله مين؟ الزمالك. الزمالك. يطلع بقى علينا واحد اصلا اتعود انه يصير فتن من بره الحدود زيه زي اي خاين لبلده ويبدا يعمل ده يلعب يحط بقى الشطه والكمون في الكلام ويعمل فتنه بين جماهير الناديين. الاهلي والزمالك يا استاذ يا اللي بره واحد. لعب الاهلي احنا موافقين طبعا احنا بنتكلم انه جوه ما عندناش مشكله. لعب الزمالك مفيش مشكله بالظبط. وديت الترسانه اهلا بيه. لكن الواقع الامر ضيع عليه الفرصه بيقول انه البطل هيبقى بطل الدوري المصري مع بطل الدوري السعودي. نسكت بقى لما يتحدد بطل الدوري المصري. اما فيما يخص بطل السوبر
المصري المصري اللي هو بيجمع بين بطل الدوري اللي هو الزمالك وبين بطل الكاس اللي هو الزمالك اللي هو الزمالك برضه مع النادي الاهلي الوصيف هيكون في مدينه العين. النهارده كان في اعلان شفوي او بقيقي للاهلي بالانسحاب من السوبر. مفيش حاجه رسمي يعني. مفيش رسمي. اتحاد كره القدم خاطب النادي الاهلي قال له لو سمحت اكتب لي رسميا انك مش عايز تلعب. اما انك تعملها لي في مؤتمر او في تويته او في بتاع ده كلام غير مقبول علشان نقدر نتصرف. حتى يمكن انا هنا من الحلقه اللي فاتت قلت على اتحاد كره القدم انه يتحمل مسؤولياته ويقول لي مين البديل. البديل مبدئيا هيبقى بيراميدز. لو الاهلي اصر البديل للسوبر امام الزمالك باعتباره ثالث الدوري هو فريق بيراميدز. اما اللجنه بقى المنظمه للسوبر في العين الاماراتيه النهارده طلعت بيان قالت سواء شارك الاهلي او لم يشارك السوبر هيقام بالزمالك اولا ثم مع الفريق اللي يتم تحديده. تمام. سواء بيراميدز او غيره. يعني الفكره مش واقفه على انه نادي معين زي ما انت بتقول يا كابتن طارق يروح يشارك. دي حقوق والعقل والمنطق بيقول ان اللي بيشارك في البطوله هم الابطال. بالزبط. بطل الدوري مع بطل الكاس، اهلي مع زمالك، هناك حضرتك منسحب هيجي اللي يحل محلك من ترتيب جدول الدوري وهو فريق بيراميدز. بس انا عايز النادي الاهلي بما ليه برضه كمؤسسه وطنيه كبيره لا تقل عن نادي الزمالك بان برضه ليه دور مجتمعي ودور مهم جدا ان حضرتك الصبح ترسل ورقه لاتحاد كره القدم تقول له كلام نهائي انا مش هشارك لا في السوبر ولا في السوبر المصري السعودي. يعني المفروض تديني الكلام ده على ورق. اما انك تطلع تدغدغ مشاعر العامه والبسطاء من جماهيرك ومحبيك بلا طائل انا شايفها مساله مضيعه للوقت. والدوله المصريه دوله مؤسسات، دوله بتحترم لوائحها وقوانينها، وفي النهايه لن يكون هناك مشارك الا البطل. صح. وحضرتك بتعتذر هيبقى في بطل بديل وهتلعب بيه البطولتين. رايك يا استاذ علي في قرار الاشراك الناشئين في باقي مباراه الدوري؟ حضرتك بتتكلم على ايوه احد الانديه. والله حضرتك صحفيا برضه. لا هو شوف حضرتك طالما انه يعني اهل مكه ادرى بشعابها بمعنى انك انت بتبقى عارف مين اللعيب المتمرد مين اللعيب اللي مش مخلص بتاع. يعني انا بشوف ان هو قرار له خلفيه ما ملهاش علاقة قوي بموضوع الإرهاق البدني. ولكن ليها علاقة أيضا ب هل هو عقاب لبعض اللعيبة يعني؟ محاولة أنا بقول لحضرتك قد يكون له علاقة بالتأكيد على إنه النادي ده نادي كبير ومش هيقف على لعيب يعني خزل النادي بتاعه. فأنا شايف إنه ممكن يكون موضوع تربوي أكتر منه بدني او له علاقه بالارهاق. تمام. استاذ صبحي اضيف على اللي قاله الاستاذ علي واقول لك لا الموضوع له علاقه بالاستسلام. فكر بمعنى ان فاضل على حسم الدوري 6 ماتشات. تيجي عند ال6 ماتشات وهكمل بالناشئين فانت عرفت ان انت اوت انت بره المنافسه. خلاص ده مبدئيا من ناحيه المنافسه على بطوله الدوري. يعني النادي دلوقتي اللي بيعلن حاليا انه هيلعب بالناشئين تعرف انه ملوش دور في الدوري. هتقول لي الزمالك بيلعب بالناشئين، الزمالك اعلنها من زمان عن هروب عدد من اللاعبين وتمرد البعض الاخر. قال هكمل بالناشئين هبني عليهم للموسم الجاي. لذلك انت مش فجاه رميت بنيمار، مش فجاه رميت باسامه نبيه او بسيف جعفر، لا انت مهدت لهؤلاء اللاعبين الارض واشركتهم على مدار انت عملت فريق امل ومن فريق الامل اخترت اللعيبه دي بالظبط. يبقى انت ماشي على استراتيجيه، ماشي على خطه. اما فكره ان انا اقول ستوب 8 لاعبين الكبار دول اجازه، طب هو في حد بيعمل كده في الدنيا؟ دلوقتي النادي المنافس بيدي اجازه ل7 8 لاعبين لنهايه الموسم. النهارده علي معلول مش موجود، هل يعقل ان اللاعب المحترف رقم واحد في النادي الاهلي يبقى مش موجود؟ هل يعقل ان عدد كبير من لعيبه النادي تقعد بره في بيوتها والبطوله شغاله؟ اذا كنت وصلت لمرحله ما بانه في عدد من اللاعبين لا يستحق انه يكون موجود عندك، انا شايف ان ده كان موجود في الزمالك بمنتهى الجراه. طلع رئيس نادي الزمالك قال فلان وفلان وفلان مش معايا ومشيوا. اذا كان عندك نفس الجراه اهلا بيك، انما ما عندكش يبقى تشرك لعيبتك لاخر نفس، دول هياخدوا منك فلوس، ازاي يدفع له راتب وهو قاعد في بيته؟ لا وممكن يكون فيها اخلال بمبدا تكافؤ فرص الانديه وفيها كمان اضعاف لعبت انديه وخلي بالك اصل التداخل في انديه انت لعبتها بالقوه الضاربه بتاعتك وفي انديه لعبتها هتلعبها بالناشئين. الانديه اللي بتلعب قدام الناشئين دي قد تضر
بمصلحه انديه اخرى، لان انت كسبت فرق وهتخسر من فرق او تتعادل مع فرق، فيبقى انت ظلمت هنا، فاهم قصدي؟ ظلمت دول وما ظلمتش دول، فهي في عدم تكافؤ فرص في القصه. خلي بالك المساله هتبقى ضيقه جدا. انا النهارده قريت السكواد بتاع الاهلي اللي هيلعب، فيهم ناشئين فوق ال 30 سنه وال 35 سنه، مش ناشئين بقى ده بكره اه يعني النهارده يعني اه يعني المنتخب اللي تم الاعلان عنها فيها عدد كبير جدا من القوام الرئيسي بتاع النادي الاهلي، يعني النادي المنافس مش لاعب او اتنين، وفيها اكتر من لاعب من اللاعبين الصغار، بس انت مش هتيجي تجذب بيهم دلوقتي. برضو النادي الاهلي اسم كبير، ما اعتقدش هاجي اعمل الريسك ده في التوقيت ده. انت بتخسر بفارق 5-6 نقاط من الزمالك، لو تماديت في سبعة دلوقتي، سبع نقاط يعني بتكلم يعني على سبع نقاط، هيبقوا 10 لو بكره ربنا كرم النادي ووقع منه نقطه ولا اتنين. انا بكلمك على ان الفرق هيتسع جدا لو انت عملت الريسك دلوقتي. لازم المساله تبقى مدروسه، لازم انا ليه بضخ ناشئين؟ اذا انا عندي خلل ومحتاج اسد العجز بعدد من اللاعبين الصغار. لكن الفكره انك واللي مشى عندك لعيبه جامده جدا، فطاح ايه ده؟ بس يا كابتن طارق انت عندك القماش. وهنا انا بقول شابوه لقطاع الناشئين في نادي الزمالك، وانت كان ليك دور مهم على مدار 3 4 5 سنين، اشتغلت كويس، عملت مدربين على اعلى مستوى، عملت لنا فرق احنا النهارده بنروح نتفرج عليها. عندك فريق 2003 و2001 و97 في الزمالك، مش عظمه ده، حاجه فوق العظمه. 99 اللي خدنا البطوله السنه اللي فاتت، فاهمني؟ النهارده كلهم بيلعبوا الفريق اول دلوقتي. انديه مصر انا متاكد انها مقدمه لك طلبات قد كده، بتطلب استعاره هؤلاء اللاعبين من نادي الزمالك في صح. في الموسم اللي جاي صحيح. يبقى الفكره مختلفه، انا بدي علشان عندي امكانيات، انما فكره انك تقلد نادي تاني ادى فرص مش بالضروره تحقق نفس الرجعه بتاعه. الماتش المقصه اللي جاي يا استاذ علي ماتش مهم جدا جدا، وتعليقك على هذه المباراه واهميتها بالنسبه لنادي الزمالك. والله في ظل الظروف اللي حضرتك شايفها دي، الظروف المعنويه والنفسيه والامكانيات المتاحه، والمدرب اللي انا فوجئت بيه ان هو بيضحك، واخد بال حضرتك ما كانش بيضحك قبل كده، يعني في كل الاحوال ان شاء الله انا شايف ان الزمالك في طريقه الى التتويج، وهيخلص التتويج بتاعه في قبل نهايه الدوري بماتشين على الاقل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ صبحي عبد السلام بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. سعيد اني معاك دايما يا كابتن طارق. حبيبك يا روان. شكرا. استاذ علي بركه بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. خالص الشكر والاحترام يا كابتن. اهلا بك. خلصت حياتنا النهارده اعزائي المشاهدين، غدا حلقه جديده من زملكاوي. خالص تحيات فريق العمل بالكامل، وخالص تحياتي طارق يحيى. لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، بس اخترنا الزمالك يبقى نادينا. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.